خلص الدوري ومن اللحظة دي هيبدأ التفكير في الموسم الجديد، صفقات حسمت وصفقات في الصورة ومدربون ينتظرون دخول السباق. مين كسب الدوري ومين هبط ومين ظهر بشكل كويس أو لا، كل ده بقى من الماضي خلاص. دلوقتي هنسأل ونشوف تحركات كل الأندية استعدادا للموسم الجديد، والكل فهم إنك ما ينفعش تشتري بسعر غالي وما ينفعش تشتري غير اللي محتاجه. الزمالك هيستغل نشوة الانتصار علشان يكمل في نفس الطريق، والأهلي عدته إنه بيعرف يرجع بسرعة. المصري والاتحاد والإسماعيلي هيرجعوا يفرحوا جماهيرهم، وبيراميدز وفيوتشر وباقي الأندية يكملوا معانا في المنافسة. باقي الأندية تدعم كويس علشان تنافس على مراكز متقدمة مش تصارع الهبوط. وأهلا مليون أهلا بأسوان والداخلية وحرس الحدود. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. خلص الدوري، خلص الدوري، تحس كده انك بتاخد نفسك، ياه، تحس انك تعبت مع اللعيبه والمدربين وادارات الانديه. موسم طويل جدا، اكتر من 10 شهور، موسم مضغوط جدا، لعيبه تعبت جدا، مدربين تعبوا جدا، احنا تعبنا جدا، كل الناس، الجماهير اللي بتشجع تعبت جدا. دوري كان طويل جدا، بس في حاجات كتيرة قوي تتقال. زمالك بطل، بطل فوق العادة، عمل موسم رائع ولا أروع، ويستحق عن كل جدارة هذه البطولة. نادي الأهلي بعيد شوية هذا الموسم، بس الأهلي عادته أنه يبعد حبة قليلة، يرجع بسرعة وبسرعة الصاروخ، ويرجع تاني النادي الأهلي على منصات التتويج والبطولات والمنافسة على البطولات. بيراميدز السنة دي بيحسم المركز الثاني، عمل موسم جيد جدا، جه في الآخر بس وما قدرش يكمل المنافسة رغم إن عنده تشكيلة مميزة جدا من اللاعبين، ولكن كسب الوصافة السنة دي مع نادي الزمالك المتصدر. طلع الجيش، مفاجأة المفاجآت، الحصان الأسود في هذه البطولة، المركز الرابع ينهيه السنة دي أو الموسم ده طلع الجيش، مركز رابع في منافسة قوية جدا مع فيوتشر اللي عمل أداء رائع جدا وأداء استثنائي زي ما قلت امبارح. فيوتشر في أول موسم ليه بتشكيلة محترمة وجهاز فني محترم جدا. النهاردة الجونة كان صاحب المثلث أو يعني الضلع الثالث في المثلث الهابطين بعد إستن وبعد مصر المقاصة، الجونة اليوم يهبط رسميا بعد مواسم طويلة وعديدة في الدوري المصري، قدم مباريات كبيرة وقدم أداء رائع، السنة دي مش بنفس المستوى، مش بنفس الأداء، تكوين الفريق ما كانش جيد، والجونة اللي كان متعودين عليه عنده لاعبين جيدين وعنده محترفين جيدين، السنة دي كان في خبر كان وهبط إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه اليوم على بيراميدز 3-1. بس كان غزل المحلة اتعادل الناحية التانية مع المصري، وكان مع الاتحاد، وكان مع المصري خسر قدام فريق المقاولون العرب، وخلص الدوري والجونة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة، هبط إلى دوري الدرجة الثانية. نور السيد النهاردة تقدم للجونة في الدقيقة 30، وبعد كده عمرو السعداوي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 57، وإسلام عيزة سجل هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 30. ده بالنسبة للجونة. الهدف الثالث كان حسام غانم اللي جابه في الدقيقة 86. ده بالنسبة للجونة. كلمنا على الأهلي، كلمنا عن الزمالك، عن الاتحاد، عن طلع الجيش، وعن فيوتشر، وعن الثلاثة الهابطين. بصراحة شديدة أنا مستني أشوف الموسم اللي جاي الإسماعيلي بشكل مغاير. الإسماعيلي ما ينفعش يبقى فريق يصارع الهبوط في أي لحظة من اللحظات. إسماعيلي التاريخ، إسماعيلي ثالث الأهلي والزمالك في الصدارة، ما ينفعش أبدا يكون بيصارع الهبوط في أي لحظة من اللحظات. فلازم يبقى في تحسين في تشكيلة الفريق، في الجهاز الفني للفريق، في تفاصيل كثيرة. وإن كنت لحد دلوقتي لا مش فاهم ولا عارف أفهم يعني إيه كابتن حمزة الجمل يمشي، بس ده شغل إدارة نادي، هم حرين. المصري برضو السنة دي ما كانش في أفضل حال، الاتحاد ما كانش في أفضل حال، غزل المحلة كان على وشك الهبوط. النهاردة هدف يخش مرمى غزل المحلة كان هبط لدوري الدرجة الثانية. الفرق الجماهيرية الكبيرة دي
لازم يبقى شكلها أفضل وشكلها أحسن، تدعيمات محترمة واستقرار في الأجهزة الفنية. الفريق برضو اللي أنا حطيت له كام علامة استفهام السنة دي، مش عارف هتحطه معايا ولا لأ، هو سيراميكا كليوباترا. فريق عنده لعيبة كويسة، فريق بيدعم بلاعبين جيدين، عنده جهاز فني محترم بقيادة الكابتن أحمد سامي، بس الفريق السنة دي حاله ما كانش جيد. أتصور إن سيراميكا ممكن ياخد مراكز متقدمة أكتر من كده. سموحة بداية جيدة جدا، وبعد كده الأداء قل في نهاية الموسم، وإنبي كان فريق رائع جدا مع الكابتن حلمي طولان، وتدهور الحال تماما مع جورفان فييرا اللي هيكمل مع الفريق بحسب ما قال لنا أو قالوا لنا إدارة النادي عبر مكالمة هاتفية من يومين. ده الدوري الملخص بتاعه. أبرز الحاجات اللي كانت في الدوري السنة دي هي الحديث عن التحكيم وأخطاء التحكيم. جبنا كلاتنبرج، عايزين نشوف بقى إعداد جيد للحكام، تنظيم جيد للحكام، أخطاء ما تبقاش أخطاء ساذجة، أخطاء عادية بتحصل. يعني الحكام هيفضلوا يغلطوا بالمناسبة، يعني كلاتنبرج موجود ده مش معناها إن أنت في ضرب الجزاء هتحسب على فريقك ولا ضرب الجزاء لصالح فريقك كده أو كده، ممكن ما تبقاش غلط، ممكن تبقى غلط، ده بيحصل في العالم كله. بس الأخطاء تقل وما تبقاش واضحة عشان نتفهمها ونقول ما كانوش يقصدوا. صعبة يا جماعة، صعبة. تقديرك انها ضربة جزاء، بس الحكم لما حتى بص على الفار شكلها صعبة، فنقول كده نختلف، يعني نقول ايه، لا ضربة جزاء او مش ضربة جزاء. لكن ما ينفعش كلنا مثلا نقول كلنا على قرار انه ضربة جزاء ولا تسلل ولا خلافه، ويبقى الحكم شايف حاجة تانية. كلنا دي اللي اقصد بيها كمان خبراء التحكيم، مش بس احنا يعني كجماهير او اعلاميين او ناس متابعين. كان في اخطاء تقيلة وممكن تكون اثرت على بعض الفرق. بس في كل الاحوال مهما كان التاثير، لا الانديه اللي هبطت بسبب اخطاء تحكيميه، ولا الزمالك اللي كسب البطوله كسب باستفاده من اخطاء تحكيميه، ولا اي فريق تضرر في مركزه بشكل واضح بسبب اخطاء تحكيميه. اللي خسر عشان اخطائه هو اولا، اخطاء فنيه، واللي كسب عشان مميزاته هو، مميزات فنيه اولا واخيرا. فمليون مبروك لنادي الزمالك، هارد لك للفرق الهابطه، مستنيين الفرق الصاعده اسوان والداخليه وحرس الحدود، عايزينهم بامكانيات جيده، عايزينهم بامكانيات افضل، عايزينهم يكملوا في الدوري الممتاز، ما يطلعوش ضيوف وينزلوا مره اخرى، عايزينهم يسروا الدوري المصري، يزيدوه قوه واثاره، ما يبقوش مجرد ضيوف شرف. وانا اتصور ان الثلاثه بيجهزوا ان هم ما يبقوش ضيوف شرف، وبالتالي متوقعين ان المنافسه تبقى الموسم اللي جاي منافسه قويه وكبيره. تعالوا نروح لملخص اليوم النهارده. اليوم بدأ النهارده بمواجهه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ونهايه جيده جدا للاهلي في الدوري هذا الموسم، فاز 4-0. ونشوف الاهداف، احمد سيد غريب سجل الهدف الاول في الدقيقه 35، مهاجم واعد جدا، واعتقد ان النادي الاهلي ممكن يستفيد منه الموسم المقبل. هدف ثاني سجله رامي ربيعه من ضربه جزاء امام حضراتكم في الدقيقه 68، وبعد كده الهدف الثالث بمهاره لويس ميكيسوني اللي بيستعد غالبا للرحيل عن النادي الاهلي، ربما يكون هدف الوداع عن النادي الاهلي، حتى هو ما احتفلش احتفال كبير قوي بالهدف. هدف جه في الدقيقه 72، واختتم الصاعد الواعد جدا، ولما بقول لك جدا يعني فكر فيه وركز معاه عشان اللاعب ده هيبقى مهم جدا في الكره المصريه في المستقبل، رأفت خليل لاعب منتخب الشباب في الدقيقه 78. بعد كده مواجهه يعني شبه وديه بلا اهداف كبيره للاثنين، سموحه وفاركو تعادلوا سلبيا دون اهداف. المشهد الحلو في المباراه دي يمكن الابرز يعني شاهين المغربي الحكم الدولي، كانت هي اللي بتدير المباراه، طاقم تحكيم او جزء منه نسائي في هذه المواجهه. نحب ان الموضوع يكمل. منى عطله كمان كانت موجوده كحكم مساعد، ويرا عاطف كانت موجوده كحكم مساعد. نحب نشوف التجربه دي تتكرر تاني في الدوري المصري، مش مجرد مباراه مش مهمه او ملهاش اهميه كبيره يكونوا موجودين فيها، بس مجرد ان هم موجودين في مباراه في الدوري المصري الممتاز، فدي خطوه عظيمه جدا وخطوه رائعه جدا. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، يعني عشان ما يبقاش اسمنا طول الوقت ننتقد ونهاجم فقط، يعني يحسب للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق
ان هو بدأ بالدفع بالحكام او بالتحكيم النسائي في المباريات رويدا رويدا، كحكم رابع كحكم مساعد، يعني هو اللي كان بدأ القصة دي. فكون ان هو بدأ فتحية ليه، مهما كانت الانتقادات ومهما كان الاخطاء في الفترات الماضية، بس بما ان الحاجة تنسب او بما اننا بنتكلم عن حاجة ايجابية فلازم تنسب لصاحبها اللي ساعد. اهو ده المشهد، مشهد رائع يعني، يشكر كل من ساهم فيه ويشكر الكابتن عصام عبد الفتاح ايضا رئيس لجنه الحكام السابق. النهارده كمان البنك الاهلي تعادل ايجابيا 1-1 مع انبي، تقدم كريم بامبو للبنك الاهلي في الدقيقه 5 وتعادل مصطفى شلبي لانبي في الدقيقه 86. مصطفى شلبي واحد من هدافين الدوري واحد من اللاعبين اللي قدموا مستوى مميز جدا هذا الموسم مع انبي، هو ايبوكا. يمكن انبي كان اللي شايله السنه دي كلاعبين يعني اكثر اثنين، يعني ايبوكا ومصطفى شلبي هم مساهمين تقريبا في اهداف او معظم اهداف انبي هذا الموسم، هم الاثنين من هدافين الدوري الممتاز. طلع الجيش النهارده فاز على الاسماعيلي 1-0 بهدف رائع جدا لعبد الرحمن اسامه في الدقيقه 34، تصويبه من خارج منطقه الجزاء. عشان طلع الجيش كان معانا كابتن طارق العشري اول امبارح وقال لي ان هم داخلين المباراه دي عشان يكسبوها ومركزين فيها جدا عشان يضمنوا المركز الرابع، تساوي في النقاط مع فيوتشر ولكن فارق المواجهات المباشره لصالح طلائع الجيش، عشان كده طلائع الجيش انهى الموسم في المركز الرابع بعد هذا الانتصار. الزمالك النهارده المباراه لعبها بالكامل بمجموعه من الشباب والناشئين، خسر امام ايستن كومباني اللي هبط رسميا الى دوري الدرجه الثانيه 2-1. محمد ناصر تقدم لايستن في الدقيقه 26 الهدف امام حضراتكم، وبعد كده احمد حمزاوي سجل الهدف الثاني لايستن في الدقيقه 63. الصاعد الواعد حسام اشرف سجل الهدف هدف في الدقيقه 63، هدف في الدقيقة 63 لحسام أشرف، تقليص الفارق لإيستن كومباني. في مباراة المقاولة العرب والمصري البورسعيدي، المقاولة العرب فاز 2-1 على المصري، فوز ضمن المقاولة العرب البقاء في الدوري الممتاز. فاروق تقدم أولا للمقاولة العرب بهدف في الدقيقة 5 عن طريق ركلة جزاء. وبعد كده سجل جون أوكلي الهدف الثاني لأنكول عرب في الدقيقة 30. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، بيراميدز النهارده خسر امام الجونه 3-1، نور السيد تقدم للجونه في الدقيقه 30، والفوز ده ما شفعش للجونه البقاء في الدوري الممتاز. وبعد كده عمرو السعداوي سجل الهدف الثاني في الدقيقه 57. اسلام عيسى قلص النتيجه لبيراميدز في الدقيقه 60. بعد كده حسام غانم سجل الهدف الثالث، هدف الحسم، هدف حسم الفوز للجونه في الدقيقه 86. النهارده كمان غزل المحله تعادل ايجابيا 1-1 مع الاتحاد الاسكندري، عبده يحيى تقدم للمحله في الدقيقه 21 وتعادل للاتحاد كريم الديب في الدقيقه 78. التعادل ده كان هدف، هدف بس سجله الاتحاد في غزل المحله، كان هبط غزل المحله الى دوري الدرجه الثانيه، الاتحاد كاد ان ينهي على امال غزل المحله. تعالوا نشوف جدول الدوري النهائي بعد نهايه الموسم، كل فريق في اني مركز عشان نعرف كل واحد وصل لفين. الزمالك في الصداره ب 77 نقطه من 34 مباراه. بيراميدز في المركز الثاني كلهم ب 34 مباراه، بيراميدز في المركز الثاني ب 71 نقطه، يعني الزمالك انهى الدوري بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسي بيراميدز وبفارق 7 نقاط عن الاهلي في المركز الثالث صاحب ال 70 نقطه. طلع الجيش في المركز الرابع ب 56 نقطه وبنفس الرصيد فيوتشر في المركز الخامس ب 56 نقطه. واطرح حضراتكم فرق المواجهات المباشره لصالح طلع الجيش، عشان كده طلع الجيش انهى في المركز الرابع. سموحه في المركز
السادس ب 47 نقطة. البنك الأهلي اللي كان هدفه يوصل أو ينهي الموسم في المركز السادس توقف رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع. في المركز الثامن فاركو ب 42 نقطة، إنبي في المركز التاسع ب 39 نقطة، المصري البورسعيدي في المركز العاشر ب 38 نقطة، المقاولة العرب في المركز ال 11 ب 38 نقطة، وبنفس رصيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في المركزين ال 12 وال 13. في المركز ال 14 سيراميكا كليوباترا ب 37 نقطة، في المركز ال 15 غزل المحلة ب 36 نقطة، الجونة هبط رسميا ب 36 نقطة، وإيستن كومباني هبط أيضا في هذا الترتيب ب 33 نقطة، مصر المقصة ب 15 نقطة. ده الوضع النهارده وده اللي حصل في جدول ترتيب الدوري الممتاز. بالمناسبه غزل المحله والجونه بنفس الرصيد، ولكن الجونه هبط بفارق المواجهات المباشره. هداف الدوري بكل تاكيد هو احمد سيد زيزو المتالق الرائع اللي عمل موسم عظيم جدا. تعالوا نشوف قائمه الهدافين، هدافين الدوري هذا الموسم. احمد سيد زيزو ب 19 هدف، مروان حمدي مع سموحه 15 هدف، مبلولو الاتحاد السكندري 13 هدف. مبلولو على فكره كان ممكن ينهي الدوري بسهوله، هداف الدوري لولا الاصابات الكتيره اللي جات له وابعدته عن مباريات الاتحاد، ولكن واحد من المهاجمين المميزين جدا. ايبوكا امبي 13 هدف ايضا، مصطفى شلبي 11 هدف، شادي حسين 10 اهداف، محمد هلال البنك الاهلي 10 اهداف، سيف الجزيري 9 اهداف، ناصر منسي 9 اهداف، محمد صالح من ايسترن 9 اهداف، احمد رفعت فيوتشر 9 اهداف، عبدو يحيى غزل المحله 9 اهداف، واحمد عاطف فيوتشر 9 اهداف. طبعا ملاحظ انه مفيش هدافين في اول 12 او 13 لاعب من النادي الاهلي، يعني اكيد محل دراسه ومحل نقاش وتدعيمات الموسم اللي جاي. طبيعي انه في جدول هدافين الدوري لو مش في اول خمس مراكز هداف من النادي الاهلي تبقى حاجه غريبه، تبقى حاجه غريبه جدا. ماشي، احمد سيد زيزو النهارده خد جايزه الهداف قبل مواجهه الزمالك مع ايستن كومباني، واستحقها بصراحه، والصوره امام حضراتكم، وتحيه جماهير نادي الزمالك. انا مبسوط قوي من جماهير نادي الزمالك النهارده اللي راحت وشجعت وساندت الشباب اللي لعبوا النهارده واحتفلت بفريقها، رغم ان هم احتفلوا المباراه الماضيه كان ممكن يقولوا المباراه خلاص احنا احتفلنا بالدرع المباراه الماضيه، بس جماهير الزمالك فرحانه ومبسوطه وعايزه تشوف فريقها وعايزه تشوف لاعبيها وعايزه تشوف الجهاز الفني. زيزو بيتسلم الجائزه النهارده. طيب تعالوا نروح بقى للاهلي. الاهلي المفروض ان احنا كنا النهارده مستنيين ان سواريش خلاص مشي، ان كاردو سواريش مشي، والمعلومه الاكيده ان انا اكدتها لحضراتكم ان النادي الاهلي بيبحث عن مدير فني اجنبي. هو كده كده الكابتن محمود الخطيب طلب قعده مع نونو جوميز اللي هو الوسيط في صفقه سواريش. نونو جوميز طبعا ده لعيب تاريخي في البرتغال وهو برضو الوسيط في هذه الصفقه، صفقه سواريش مع النادي الاهلي، طلب معاه اجتماع عشان ربما يشوفوا ازاي ينهوا التعاقد بشكل محترم وبشكل دون اي مشاكل او ازمه. ليه بقول كده؟ عشان تصريحات سواريش النهارده في المؤتمر الصحفي بتقول انه مش عاجبه فكره انه ممكن يمشي من النادي الاهلي، ولما اتسال هي دي اخر مباراه فرد باستعجاب وقال اه ممكن تبقى اخر مباراه في الموسم، بس احنا عندنا الموسم اللي جاي وبنستعد له. يعني عمل نفسه زي ما بيقولوا كده، يعمل نفسه من حته تانية، اللي انا مش فاهم حاجه، بتقولوا ايه؟ يعني ايه اخر مباراه؟ انا مكمل مع الفريق وعادي شغال عادي مستمر. غريبه. هل النادي الاهلي بيفكر في التراجع ويبكي على سواريش؟ ما اظنش، ما اعتقدش، والله اعلم. كل حاجه بتتغير، كل حاجه بتتغير، بس حتى هذه اللحظه المعلومه الاكيده اللي خارجه من النادي الاهلي اللي انا وهتسمعوه مني ومن كل الناس، لما تسمعوه مني ومن كل الناس ده معناها انها خارجه من جوه النادي الاهلي، ان سواريش مش مكمل وانه في مدير فني جديد اسم كبير للنادي الاهلي. بس الموضوع شكله غريب. تعالوا نشوف تصريحات سواريش النهارده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، اسمعوها كويس ولما هتسمعوها هتاخدوا كلام كتير من بين السطور، ونرجع نتكلم عن اللي قاله سواريش. خليكم معنا. Só um jogo é que tivemos sete dias para preparar o jogo. ما فيش غير مباراة واحدة اللي وقفنا لها ست أيام عشان نجهز المباراة.
Também reparei que nos últimos dois, três jogos, quatro, antes de eu chegar, houveram jogadores importantes, principalmente nos corredores, que se lesionaram. Taher, Tal, Hussein. Taher, Hussein. Tal. E o Luís estava lesionado. Até o Luís Miquissoni estava lesionado. Quatro extremos. Todos nos corredores. Depois de nós chegar, continuámos a ter lesões. Por exemplo, Sherif. يعني مثلا محمد شريف هاني هاني سيو انترو يعني دخل خرج منام عبد المنعم عبد القادر وعبد القادر سولاي todos vocês sabem isto. طب انتوا كلكم عارفين كل حاجه. Eu fiz este compasso de espera para vocês falar. انا حقيقه عملت يعني الخطوه دي عشان تتكلموا. Todos sabem disto. E todos sabem também que a decisão do Ali se sentiu prejudicada por erros da arbitragem e tomou uma decisão histórica. Os jogadores foram de férias. Foram, numa primeira fase, 7 jogadores. E depois foi o Dieng, depois foi o Tal, depois foi o Ani. Depois temos duas lesões, Matuali e Monem, que perderam alguns jogos. E também não pudemos contar com mais alguns jogadores. Osam, Salah. Tivemos alturas em que tínhamos 15 jogadores ou 16 jogadores. E pegámos nos jovens que tinham 12 treinos. Para mim é um orgulho. O Kadir só me pediu, podes dizer, eu só aceitei vir os miúdos e treinar os miúdos. وافقت على ان اللاعبين الناشئين يجوا وادربهم porque eu quero o melhor do Ali. لان انا عايز المصلحه للنادي الاهلي. Eu já sabia e alertei as pessoas. انا كنت عارف ويمكن دقيت الجرس. O que poderia acontecer. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. O Ali é tão grande que ninguém me perdoa resultados negativos. ان حجم النادي الاهلي ما بيسمحش لاي حد ان هو يغفر أو يسامح في النتائج السلبية. Mas era o melhor para o Ali porque os jogadores precisavam descansar, senão iam ter lesões atrás de lesões, como eu disse antes de acontecer e depois aconteceram. يعني بس كان مصلحة النادي الأهلي إن إحنا نريح اللاعبين لأن كان هيحصل إصابات وبعديها إصابات زي ما أنا حتى من الأول خدت بالي وقلت ده هيحصل من قبل ما يحصل. E aceitei. وافقت. Para colocarmos o Ali novamente no topo. عشان النادي الأهلي يرجع لمستواه الحقيقي. E o presidente, em conversa, disse-me para prepararmos a próxima época, porque esta época não interessava. Então eu já sabia que ia sofrer estas críticas todas. Mas eu não ligo às críticas. Eu não tenho tempo para ler coisas que vocês escrevem. حتى الوقت ما بيسمحليش ان انا اقدر افتح واقرا الحاجات اللي بتتكتب عني. De coisas que às vezes me venham contar. في حاجات بتيجي ممكن تتحكي لي. Que é mentiras atrás de mentiras. وليها في الاخر اللي هي اكاذيب خلف اكاذيب. Eu não vou estar preocupado com isso. Eu não tenho tempo para isso. انا ما اقدرش ان اكون قلقان من حاجه زي كده لان ما عنديش وقت ان اقرا الحاجات دي او ان اتابع الحاجات دي. O dia só tem 24 horas e eu tenho que trabalhar. اليوم بالنسبه لي 24 ساعه بشتغلوا.
كله. نو فو ديزمنتير كويزا نيوما، نو فو ديزمنتير نادا. بالنسبة لي مش هكذب حاجة ولا هكذب أمر معين. وكو فو ديزير؟ اللي هقوله بس. إكس 14 جوغش أنتس دو شغار. إن 14 مباراة قبل ما أنا أجي. وعلي فيش 26 بونتس. النادي الأهلي حصل على 26 نقطة. Mas tinham jogadores todos. Jogadores com nível para representar o Ali. Marcou 26 golos. Sofreu 14. Nós fizemos os mesmos 14 jogos. احنا عملنا برضه 14 مباراة. Fizemos os mesmos 26 pontos. عملنا نفس النقاط 26 نقطة. Marcamos menos gols, só marcamos 18. سجلنا 18 هدف، أهداف أقل. E só sofremos 4 gols. 3 3. واللي اتدخل فينا 3. واللي اتحملناه من الدوري 3 أهداف بس. Só que nós jogamos com jogadores jovens. بس أنا لعبت بلاعبين سنهم صغير. 8 jogadores jovens que jogaram comigo. 8 لاعبين في الفريق صغيرين. Muito apreço por estes jovens que trabalharam muito. بقدر جدا اللاعبين الناشئين لانهم اشتغلوا والصغيرين لانهم اشتغلوا جدا معايا. Eles fazerem estes números nestas condições. قدروا يعملوا معانا الارقام دي في الظروف دي. Só merecem um aplauso. حقيقي يستحقوا ان انا اسقف لهم. Não entendo como é que o último jogo por quê? Desta época? Desta época foi o último jogo. يعني اخر مباراة لي الموسم ده ماشي اخر مباراة. اخر مباراة في الموسم. في الموسم. Não. Desta época. Vamos iniciar outra época a seguir. لكن هنبدأ الموسم اللي بعد. Pronto. Para os nossos adeptos. Por uma aventura. Para os nossos adeptos. أو يعني بالنسبة للجماهير بتوعنا. Agradecer as muitas mensagens dos nossos adeptos. أنا بشكرهم على رسائل كتيرة أرسلوها لينا. Valorizarem aquilo que nós estávamos a fazer. يقدروا فيها اللي احنا بنعمله. Muitos e muitos. بعد رسائل كتيرة جدا يقدروا فيها شغلنا. Logicamente que outros. وطبيعي إن في أو منطقي إن في ناس تانية. Não estavam satisfeitos. ما كانوش مستريحين. Porque isto é o futebol. لأن كرة القدم. É normal, eu estou preparado para essas críticas. Eu aceito essas críticas todas. لأن كرة القدم كده وأنا جاهز لهذه الانتقادات. أنا أتقبلها جميعا. Tenho dificuldade em. Em ver mentiras, isso a mim chateia-me bocadinho quando me dizem. Mas críticas não, críticas é normal. Normal é a minha profissão. E as críticas às vezes até nos fazem crescer. Uma boa crítica faz parte para o nosso crescimento. Mentiras já não é tão correto. لكن لما يكون اكاذيب ده ما يكونش صح. Mas como eu vos disse, eu não tenho tempo para isso. بس زي ما قلت لكم انا الوقت. Podem continuar a inventar coisas porque eu não me preocupo isso, está bem? Desculpa. Podem continuar a inventar coisas que a mim não me preocupa, porque eu não tenho tempo, eu só tenho que trabalhar. يقدروا يعني يستمروا ان هم يخترعوا من الاخبار، لكن بالنسبه لي ده مش هيلاني لان الوقت اصلا ما بيسمحليش ان انا افكر في الحاجات دي. Claro que nós queríamos fazer melhor. وطبيعي ان احنا بنحاول نسعى دائما للافضل. Mas as condições eram realmente difíceis. الظروف كانت صعبه جدا. Mas eu sinto que também poderia fazer mais e melhor. بس انا اقدر اقول ان كنا ممكن نقدر نعمل احسن. Em relação ao Luís. بالنسبه لميكروسوني او لويس. Eu não gosto de individualizar muito. انا طبعا ما بحبش ان انا اتكلم على اشخاص بعينها. Ele era um dos jogadores que estavam à minha disposição para eu treinar. Mediante os que tinha à minha disposição, a minha função é fazê-los evoluir para eles ficarem cada vez melhores jogadores. Para que a equipa pudesse crescer. E o Luís, juntamente com os outros colegas, com todos, o Luís, برضو مع زمايله, trabalhou muito. اشتغل كتير جدا. Veio de lesão. اللاعب كان جاي من إصابة. Os índices físicos deles eram fracos. الظروف البدنية بتاعته كانت ضعيفة. A confiança da equipa era um desastre. الثقة جماعية كانت لسه. De todos, de uma forma geral. بشكل عام.
Nós tivemos que fazer um trabalho psicológico muito grande. Porque é difícil lançar jovens nestas circunstâncias, é muito difícil. Pode-se perder jovens por causa disto. Mas o trabalho está à vista de todos. A equipa, hoje deu-me prazer ver a equipa jogar. Nós quisemos fazer um trabalho defensivo forte. أول حاجة يعني أردنا إن إحنا نعمل عمل دفاعي ويكون العمل ده قوي. Porque era a maior lacuna do Alan. لأن يعتبر هي كانت أكبر حاجة عايزين نحسنها في النادي الأهلي. يعني أنا مش عايز أكرر الكلام اللي تقريبا بقوله كل يوم. أنا حقيقي متعاطف مع سواريش، وحقيقي الظروف اللي لعب فيها مش طبيعية، وحقيقي عنده إصابات كثيرة، وحقيقي اللعيبة اللي ريحت ما ريحتش بمزاجه، وحقيقي لعب بلاعبين شباب، وكل حاجة بصراحة كانت معاكسة. بس هفضل أقول برضو كل شوية، ما اداش أمارة فنية، ما اداش أمارة تقول إن الراجل ده لما هيبقى معاه تشكيلة كاملة هيقدر يعمل بيهم حاجة كويسة. هو يتحدث معنا عن الغيب. يعني إيه؟ يعني لما هيبقى معايا لعيبه كويسه ولو معايا تشكيله كامله ولو معايا ومعايا ومعايا هيبقى عندكوا فرقه كويسه، مين يضمن؟ طيب ايه الدليل او ايه الضمان؟ هل الاهلي هيتحمل مخاطره او ريسك الموسم اللي جاي؟ ما هو ممكن فعلا يبقى الراجل ده اعظم مدرب في الكون ويعمل حاجات مش طبيعيه وما شفناهاش قبل كده لما يبقى معايا تشكيله كامله، الله اعلم، وممكن يبقى نفس الاداء. فساعتها بقى هل الاهلي هيتحمل يبدا الموسم بمدرب ويغيره في نص الموسم؟ هتحصل له مشكله اكيد. يعني كده كده القرار في ايد اداره النادي الاهلي، وهم اللي هيبقى معاهم كل حاجه ومعاهم كل التفاصيل الممكنه. عشان كده القرار اللي هتاخده اللي هياخده اداره النادي الاهلي او هتاخده اداره النادي الاهلي اكيد هيبقى الاصلح للفريق في الموسم المقبل. النهارده اعتزل واحد من اهم الاسماء في تاريخ الكرة المصرية، واحد من اللاعبين اللي بين قوسين بنقول عليهم رجالة. رجالة، هو طبيعي اللعيبة كلها تبقى رجالة، بس أقصد رجالة اللي هو روح وقلب وحماس وإخلاص ومهارة وأهداف والتزام، كل شيء ممكن تقوله عن وليد سليمان. أداء رائع، أداء كبير، أداء مميز، مفيش مشكلة عملها، دخل مستشفى عشان ينضم للأهلي وهو بيجدد تعاقده، خد 5 دقايق، جاله عرض بملايين، قال لك لا أكمل في النادي الأهلي، قال لك يبقى كابتن مش كابتن، أنا موجود في النادي الأهلي، قعدت على الدكة لعبت أساسي موجود في النادي الأهلي، عندي 30 31 35 36 سنة هنزل وألعب وهجيد، بلعب برجلي الشمال ماشي، اجيب جوال برجلي اليمين موجود، هتدخلني جوه منطقه الجزاء هسجل بدماغي. رجوله واخلاص ومهاره وتاثير كبير. اخر الاسماء في الجيل الذهبي التاريخي للنادي الاهلي. الكره المصريه النهارده بتخسر لاعب كبير جدا اسمه وليد سليمان. خساره بصراحه. اللعيبه دي لما بتخرج من الملاعب الواحد بيزعل عليها. المهارات دي قليله ونادره جدا وبقت شحيحه في الكره المصريه. الرجوله دي بقت شحيحه في الكره المصريه. الاخلاص ده اصلا ما بقاش موجود. وليد سليمان النهارده مظاهره حب من كل زمايله، من جماهير النادي الاهلي في المدرجات، من كل الناس. بيشجعوه او ما بيشجعوهوش هتلاقي الناس كلها بتحب وليد سليمان. لا عمل أزمة، لا عمل مشكلة، لا سرب لي خبر، لا قول إن أنا متضايق، قول إن أنا زعلان إن أنا قاعد على الدكة، قول إن أنا مش عايز، قول إن أنا كاره، قول إن أنا ما بحبش، مفيش ولا أزمة. في الوقت اللي كان النادي الأهلي فيه في الموسم ده عنده مشاكل كبيرة فنية، ينزل هو وهو ما بيشاركش أصلا ويبقى مؤثر ورائع وأكتر لاعب بيجري وأكتر لاعب عنده إخلاص. ما قالش أصل أنا قاعد على الدكة، ما قالش أنا كده كده بعتزل، ما قالش أنا كده كده مش فارقة معايا، ما قالش أي حاجة ممكن تعمل أزمة. وليد التاريخ هيتذكره بأجمل الكلمات.
عمر ما حد هيزعل من وليد سليمان. النهارده لعيبه كلها تيشرت حاطين صوره وليد سليمان، تحيه لوليد سليمان، اسم كبير وتاريخي في النادي الاهلي، اسم كبير وتاريخي في النادي الاهلي، بطولات بالجمله، انجازات مفيش بعد كده، ودايما مؤثر، ودايما مؤثر. يعني ايه مؤثر؟ يعني هو مش لاعب وخلاص. قال لك اصل وليد قاعد في النادي الاهلي تكريم. تكريم ايه؟ اسمع جماهير النادي الاهلي وهي بتشجع النهارده النادي الاهلي وبتشجع وليد سليمان، ما فيش اي ازمه. يعني زعلانين على وليد سليمان بصراحه، زعلانين ان هو يعني هي سنه الحياه، بس زعلانين ان نموذج زي وليد سليمان ما يكملش طول الوقت. في لعيبه كده تبقى انت عايز تكمل معاك لطول العمر، طول ما انت بتتفرج على كوره تفضل مكمله، بس ده مش هيحصل، ده مش هيحصل في العالم كله. يعني النهارده وليد سليمان كتب رساله وداع مؤثره جدا جدا لجماهير النادي الاهلي على حسابه الرسمي على فيسبوك. تعالوا نشوف قال ايه. قال: كم تأثرت حتى البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حصيت بها من قبل زملاء اللاعبين وجماهير النادي الأهلي العظيمة والوفية. الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: سهل تعمل فلوس والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا كبيرا. لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي. أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانيلا الحمراء صغيرا. أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للنادي الأهلي. وقال: الحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي. لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سماوات كل الأمجاد والبطولات، ويكفيني فخرا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية. وبعد كده قال: رحلت مع الأهلي، رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت. كنت فيها خادم للكيان وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد. أشكركم، نحن نشكرك بشدة بالنيابة عن كل جماهير الكرة المصرية، مش بس جماهير النادي الأهلي. وليد سليمان نموذج يحتذى به، نموذج عظيم، مشوار عظيم كله إنجازات وبطولات. تعالوا نشوف إنجازات وبطولات وليد سليمان الكبيرة الرائعة. وليد انضم الأهلي في أغسطس 2011، 11 سنة مع النادي الأهلي، لعب 295 مباراة، سجل 68 هدف وصنع 48 هدف، سبع ألقاب دوري عام، عد البطولات، عد 24 بطولة، سبع ألقاب دوري عام، لقبين كاس مصر، ست ألقاب كاس السوبر المصري، أربع ألقاب دوري أبطال أفريقيا، أربع ألقاب السوبر الأفريقي، لقب في الكونفدرالية، برونزيتين في كأس العالم للأندية. يا نهار أبيض، ده في أندية في العالم، في العالم ما بتحققش الإنجازات دي كلها، وليد سليمان حققها. نموذج بصراحة. هو بيقول ان هو هيفتكر دايما جماهير النادي الاهلي بكل خير، وانا متاكد ان جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتنسى وليد سليمان. وليد سليمان هيتم تجهيزه انه يبقى عنده منصب اداري في النادي الاهلي خلال الشهور والسنوات القادمه، وبالتاكيد يستحق، لانه لاعب عظيم كبير ومخلص. بالملايين تحت وتاريخ متذهبي، وادي اللي بيرضي ربه، بص بيوصل لايه. رجع على بره واحده وليد، شوف وليد، اهتهت ايه وليد يا سليمان؟ ده بيسمعني ولا ايه؟ الراجل بوش رجله ما بيبعدش خطوه في الثانيه على طول.
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم النهارده غزل المحله كان في موقف خطير جدا، تعادل اليوم مع فريق الاتحاد السكندري وكانت الامور بالنسبه له قد تتازم، تعادل ايجابيا 1-1 وكاد الاتحاد ان يسجل وكادت المباراه ان تنتهي لصالح الاتحاد ويهبط غزل المحله. كنا نزعل على غزل المحله بصراحه يعني، وزعلنا على الجونه وزعلنا على ايسترن وزعلنا بالتاكيد على مصر المقاصه، ولكن يعني غزل المحله احنا لما صدقنا بقى موجود في الدوري الممتاز كل شويه. بدايه كانت جيده جدا وبعد كده النتائج اهتزت شويه وبعد كده رجعت تبقى كويسه وبعد كده نزلت تاني شويه. في لاعبين مميزين في غزل المحله، نعم اكيد تعرض بعض اللاعبين لاصابات فتاثر غزل المحله. عموما مليون مبروك لغزل المحله، البقاء بصعوبه شديده جدا في الدوري الممتاز هذا الموسم. معانا عبر الهاتف الان الكابتن مصطفى عبدو المدير الفني لغزل المحله. مليون مبروك يا كابتن، مهمه صعبه زي ما بيقولوا كده، مهمه مستحيله ونجحت في النهايه وبقى غزل المحله في الدوري الممتاز. تحياتي ليك كريم، الله يبارك فيك. الحمد لله بقاء غزل المحله في الدوري الممتاز، دور المحترفين، في موقف صعب جدا. تولينا المسؤوليه بعد تعادلات الدور الاول بسكواد كان فيه كتير من الغيابات، كتير من الاصابات، مفيش تدعيمات في بعض الاماكن الكثيره، ناس كتير ما كانتش عارفه الحاجات دي، لعيبه كتير غابت عنك زي محمد فتح الله غاب عندنا 12 او 13 مباراه عشان التجنيد. موقف متأزم جدا، لعيبه النهارده بتلعب وهي مصابه، بشكرهم النهارده على روحهم الجميله وان هم اتحملوا كتير النهارده على نفسهم عشان خاطر فرقتهم، زي معاذ وزي شمراوي وزي بلحه وعبد يحيى اللي فرحوا بكره وجاي موجود النهارده مع فرقته. يلا بكره ينبسط اكتر، بكره ينبسط. فالحمد لله يعني لعيبه ادت برجوله، عندك ضغط عدد كبير جدا بس الحمد لله يعني. طيب كابتن مصطفى، انا بحب الحاجات الدراميه. النهارده في 20 دقيقة أنت واقف فيهم على الدكة بره، 20 دقيقة بقول يا رب ما تخليني مكان الكابتن مصطفى عبده. احكي لي ال 20 دقيقة دول حصل فيهم إيه بعد هدف التعادل؟ فعلا وقت صعب جدا، بس زي ما قلت لك اللي يشتغل في مهنة الكورة لازم يتحمل الضغوطات دي كلها. ضغوطات تتحملها، لو أنت مش قادر تتحملها روح شوف شغلانة تانية يعني. لا احنا هنتحملها بشكل كويس. كان موقف هنحصل عليه. الفريق كنا متقدمين 1-0 بيه، الاتحاد السكندري اتعادل بعديها. الموقف تأذن، نتائج غير متوقعه طبعا للجونه وحاجات جميله بتحصل في الماتشات الاخيره دي. والله يا كابتن مصطفى معلش يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا في الظروف اللي زي دي بقول ايه؟ بقول عديها عشان كله بيقعد يرمي على يعني النهارده برضو ايه قعدوا يرموا شويه على غزل المحله. انا فاكرت على مباراه غزل المحله والاتحاد وشفتها عاديه جدا، ما شفتش اي حاجه. فهتلاقي كل الناس مش مرتاحه للي بيحصل، بس ده بيحصل على فكره في كل الاماكن في العالم، دايما الاسابيع الاخيره تلاقي الناس كلها شاكه في بعض، كله شاكك في بعضه. والله احنا بنتكلم على نفسنا الاول بس كده، بالظبط كده، بنتيجه ايجابيه بالظبط كده. كنا مركزين على 3 نقاط، حتى في مباراه فاركو اللي قبليها كنا مركزين على 3 نقاط. صحيح. بس الحمد لله يعني مهما كانت طلعت الظروف ايجابيه، تحملنا الضغوطات اللي كانت موجود فيها الفرقه، نقص العدد اللي كان موجود، عدم التدعيمات في يناير، لان احنا جينا كان الانتقالات يناير انتهت. انت بتلعب دور كامل، ما عندكش مهاجم واحد هو عبد الرحمن، وعندك احمد منيب اصابه مصيره بقاله 3 شهور ما مش صافي مع الفريق. ما عندكش مهاجم تاني خالص. المساكين ما عندكش الا خالد تاني ومعاذ بس. هم دول اللي موجودين. صحيح. فانت بتلعب الدور الثاني بنقص عدد الدور الثاني، النهارده بيلعب ناشئ، عندك عبد القادر مساك مكان معاذ. ظروف صعبه جدا بتتحط فيها، والضغوطات النفسيه اللي على اللعيبه، بس بروح كويسه قدرت تحقق المطلوب اللي انت بتوعه في الدوري الممتاز. نلم اوراقنا ان شاء الله ان شاء الله الموسم الجديد بشكل كويس. بحس انك ما تتحطش في الموقف ده تاني. حضرتك مكمل مع الفريق الموسم اللي جاي؟ ان شاء الله هنا في جلسه ان شاء الله مع مجلس الاداره ونحدد فيها على حسب التقرير اللي هيتم. طيب حطيت تصورات لصفقات للموسم الجديد او الغزل المحله اتحرك في الصفقات الجديده؟ هنحط تقرير الاول للعيبه اللي مستمره مع الفريق، دي اول نقطه. حط تقرير اللي انت محتاجها، العناصر اللي انت محتاجها تكون مستواها تقريبا، ما يتحطش مواقف صعبه بعد كده. هقدم التقرير ده كله لمجلس الاداره وبعدين نناقش. طيب هشام عادل وعبده يحيى ومحمد فتح الله، مين فيهم مكمل مع غزل المحله؟ الثلاثه اللي عقودهم مستمره مع الفريق، فما فيش حد جاله عرض رسمي خالص الا الاهلي.
امره موكل لمجلس الاداره، هم اللي هيحددوا بقى اذا كان في عروض فعليه وجديه للعيبه ولا ما فيش. صحيح. اعتقد ان الان ما فيش اي عرض رسمي لاي لعيبه. كابتن مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحله، بهنيك على بقاء غزل المحله في الدوري الممتاز وبشكرك شكرا جزيلا. النهارده الكاميرات نقلت حوار مطول بين رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في مباراه الفريقين. رقم 10 عرف الكواليس، كواليس الحوار اللي دار بينهم. رامي ربيعه وشادي حسين كانوا اصحاب من ايام ما كان عندهم 7 سنين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. شادي كان بيلعب في المقاولون العرب ورامي في النادي الاهلي، عشان كده كانوا واقفين مع بعض كتير بيتكلموا. الكلام كان عباره عن تشجيع من رامي لشادي، كان بيحفزه انه يواصل المستوى اللي بيقدمه دلوقتي. طبعا الكلام راح لفكره انه انتقال شادي للنادي الاهلي، انت جاي النادي الاهلي ولا مش جاي، الوضع ايه؟ فشادي قال لرامي ربيعه انه العرض فعلا عند نادي سيراميكا كليوباترا، وان النادي الاهلي فعلا طلب شادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وهو مستني قرار سيراميكا كليوباترا بانتقاله الى النادي الاهلي. وكنا قلنا لحضراتكم قبل كده ان شادي حسين بالفعل وقع للنادي الاهلي، ولكن اكيد الحسم عند نادي سيراميكا كليوباترا. المقاولون العرب بقى في الدوري الممتاز، بقى هذا الموسم بصعوبه شديده جدا. المقاولون العرب عنده مجموعه لاعبين مميزين جدا، ورغم كده عانى شويه، عانى كتير هذا الموسم، وكان في موقف خطير حتى المباراه الاخيره. بصراحه شديده المقاولون العرب تحديدا، الواحد ما يفهمش او ما يتصورش ان يشوفه في الدرجه الثانيه، فريق من فرق الكبار تاريخيا في الدوري المصري الممتاز. معانا عبر الهاتف الان الكابتن محمد سمير نجم نادي المقاولون العرب. كابتن محمد مشرف ومنور، وبهنيك على بقاء المقاولون العرب في الدوري الممتاز. ربنا يخليك يا كريم، الحمد لله رب العالمين، ده نورك والف والحمد لله رب العالمين. طبعا والله يبارك فيك يا كريم، ربنا يخليك يا حبيبي. احنا بنتكلم في موسمين ثلاثه كان المقاولون العرب واحد من الفرق المقدمه، واحد من الفرق المربع الذهبي، واحد من الفرق اللي كانت بتقدم مباريات كبيره، وبنفس تقريبا مجموعه اللاعبين، يعني ممكن لاعب يرحل او اثنين واثنين لعيبه يخشوا. ايه اللي حصل المقاولون العرب؟ ليه هذا التراجع؟ عشان نشوف المقاولون العرب لحد اخر مباراه يصارع الهبوط. لا بص يا كريم، لازم نبقى مقتنعين ان انت لما تبقى من سنتين ثلاثه بالظبط كنا خامس ورابع، وان انت بعد كل ده توصل لمرحله ان انت بتدور ان انت تقعد في الدوري، فاكيد لازم نبقى متفقين ان في حاجات كتير حصلت غلط. بدون دخول في تفاصيل، السنه دي حصل كتير حاجات كتير غلط ادت للي احنا كنا فيه يعني. فدي حاجات كلنا معترفين بيها كاداره وكلعيبه وكاجهزه فنيه مرت على النادي. الامور كانت صعبه جدا علينا، كنا وصلنا لمرحله من الاحباط كبيره، بس الحمد لله رب العالمين كابتن شوقي وجهازه جم في توقيت صعب جدا، مش اي حد يرضى يجي في التوقيت ده. والراجل باسمه الكبير ده خد ريسك على نفسه ان هو يجي في التوقيت ده، عشان عارف قيمه نادي المقاولين، وعارف ان نادي المقاولين كيان كبير، وهو كان راجل عنده خبرات، فهو كان متاكد ان احنا ان شاء الله بمجموعه اللعيبه اللي موجوده نقدر نطلع من المرحله اللي احنا فيها. والحمد لله هو كسب الرهان، واللعيبه برده كانت رجاله. خلي بالك انت في التوقيت اللي زي ده لو انت مش معاك لعيبه كويسه ولعيبه كبيره وما تقدرش تكسب، انت بتتكلم في 5 ماتشات اللي في الاخر كسبت 4 ماتشات وتعادلت ماتش، يعني انت لو مش معاك برده لعيبه كويسه مش هتقدر تكسب، هيبقى غصب عنك امكانياتهم كده. مظبوط. احنا كنا عارفين ان احنا كلعيبه كويسه ولعيبه كبيره وعندنا لعيبه كتير خبرات في الفرقه، فدايما انا بقول لك احنا عملنا حاجات كتير غلط. فاحنا ده درس كبير بالنسبه لنا كنادي وكلعيبه وكاداره، ده درس كبير هيدي الناس كلها درس كبير ان احنا عمرنا ما وصلنا للمرحله دي. انا بقالي 7 سنين في النادي، عمري ما مريت بالظروف اللي انا مريت فيها السنه دي. فان شاء الله يعني الموضوع ده ما يتكررش تاني، وان شاء الله نبدا السنه الجايه نصلح اخطائنا ونرجع تاني للسنتين اللي احنا كنا عملناهم من سنتين بالظبط لما خلصنا خامس ودخلنا رابع كونفدراليه. النادي ده نادي كبير، وانت عارف يا كريم نادي المقاولين ملوش قاعده جماهيريه، بس نادي محبوب في مصر، الناس كلها بتحب نادي المقاولين وعارفه. لا هو انت ما تقدرش تتخيل ان كل العرب مش موجود في الدوري الممتاز، تبقى حاجه غريبه بالنسبه لك، مش مفهومه. وده احنا اللعيبه كلها والاداره والناس كلها حسيته الفتره اللي فاتت. انت لما بتتكلم مع اي حد او بتقابل اي حد يقول لك يا جماعه ما ينفعش انتوا نادي المقاولين ما يبقاش موجود في الدوري الممتاز، كانت هتبقى تقيله على الناس كلها. صحيح عندك يعني حق. الحمد لله احنا عدينا موسم بقول لك صعب جدا، ما اعتقدش ان هو ممكن يتكرر تاني في ظل الامكانيات اللي موجوده دلوقتي للنادي والاداره اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده دي. ان شاء الله ما يتكررش تاني. طيب. نسعى ان شاء الله بقى السنه الجايه كل الاخطاء اللي مرينا بيها دي ما تتكررش،
وان شاء الله نرجع تاني لمكان نادي المقاولين الطبيعي ان هو يبقى موجود مع الناس المراكز المتقدمه يا رب. هايل. هذا وقد انتهى الموسم. خطوتك اللي جايه ايه؟ مكمل مع المقاولين ولا ممكن يبقى في خطوه اخرى؟ والله انا لسه مش عارف، انا عقدي مع المقاولين انتهى، لسه مش عارف يعني هتبقى خطوتي ايه، بس انا طبعا انا بحب نادي المقاولين والناس علاقتي بيهم كويسه جدا، وكبشاوي الحمد لله برضو علاقتي بيه كويسه جدا وقويه. فاكيد اليومين الجايين هنبدا نقعد، يعني الحمد لله في عندي كذا عرض وفي انديه كلمتني، وكنت لسه ما خدتش طبعا قرار لغايه ما اشوف النادي وضعه هيبقى ايه. فاليومين الجايين اعتقد ان شاء الله الامور هتبقى يعني هيبقى في حسم لقراري، بس يعني ان شاء الله يعني الاغلب ان انا باذن الله يعني بنسبه كبيره ان شاء الله اكمل في النادي. من كام شهر كده من كام شهر اتمنى ان انا انهي مسيرتي في النادي، يعني هتبقى حاجه بالنسبه لي كويسه، ونادي نادي الناس محترمه والناس بيقدروني وانا مستريح الحمد لله، فدي اهم حاجه عندي ان انا ابقى مستريح نفسيا. يعني من كام شهر كده كنت قريت، مش عارف الكلام ده مظبوط ولا لا، انه النادي الاهلي مهتم بيك انك ترجع تاني للفريق، هل الكلام ده الكلام ده كان قبل يناير؟ وفي حد وفي ناس كلموني من النادي الاهلي قالوا لي ان مستر موسيماني مهتم بضمي واتكلم مع لجنه الكوره والاداره في ان انا ابقى موجود الفتره دي. النادي الاهلي كان محتاج حد في كان عنده مشاكل في الديفنس لو انت تفتكر، وكان في نقص في المكان ده، وكان عندهم ازمه، يعني كانوا محتاجين حد يبقى موجود معاهم، كانوا عايزين يرجعوا عبد المنعم من فيوتشر، وكان فيوتشر مصعب الامور على النادي الاهلي. فالراجل اللي عرض اسمي عليهم ان انا ارجع تاني، والناس كان كلامهم كله ايجابي الحمد لله، يعني ان سمير حد من اولاد النادي وكان موجود قبل كده ولاعيب كويس، بس هو الاعتراض العقبه الوحيده اللي كانت موجوده في الموضوع موضوع السن، ان هم كانوا باصين ان موضوع السن ممكن سمير يبقى كبير شويه، احنا محتاجين حد شاب يجي يفيد النادي لسنين طويله، وده اللي وقف الموضوع يعني. بس طبعا اكيد كانت حاجه بالنسبه لي، طبعا كان نفسي وكانت حاجه بالنسبه لي، يعني كنت فرحان جدا ان انا في السن ده الحمد لله، والناس شايفاك بصوره كويسه، مدرب اجنبي شايفك بصوره كويسه، النادي الاهلي بيفكر يرجعك، فدي حاجه بتبين لك ان انت اكيد ماشي على الطريق الصح. ده كانوا يومين احلام سعيده دي يا كابتن محمد، كانوا يومين احلام سعيده. والله العظيم يا كريم، يعني مش عايز اقول لك مريت تقريبا ممكن بنتكلم في اسبوع 10 ايام كانوا من احسن 10 ايام مثلا عليا بقى لهم فتره، ان انت احلامك كلها بتفكر ان انت ترجع تاني مسيرتك في النادي اللي انت اتربيت فيه، اكيد حاجه يعني حاجه طبعا كانت هتبقى احسن ختام ليا. صحيح. وكنت بتمنى وكان نفسي، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل، هي حاجه في الاول وفي الاخر ربنا مش رايد، وانا زي ما بقول لك يعني الموضوع ما مشيش زي ما انا عايز، بس كانت بالنسبه لي حاجه حافز كبير جدا ان انا ان شاء الله اكمل الكام سنه اللي فاضلين، ان انا افضل دايس على نفسي وافضل اشتغل كويس، وعشان الناس تبقى شايفاك في مكانه كويسه وان بيحترموك لغايه اخر وقت، والنادي الاهلي في الاول وفي الاخر هيفضل بيتي، وسواء ان انا ابقى اكمل مسيرتي في النادي كام سنه اللي فاضيين او مش موجود بعد كده، اكيد ان شاء الله يبقى ليا دور في النادي. صحيح. ونادي المقاولين ده انا بحب النادي الاهلي جدا، نادي المقاولين بحبه جدا، وهو تقريبا ثاني نادي اكتر عدد سنين لعبت فيه بعد النادي الاهلي هو نادي المقاولين. مظبوط. فبرضه انا بحترم الناس جدا ومبسوط ان انا موجود، وان شاء الله لو في نصيب الفتره الجايه ان انا اكمل معاهم الكام سنه اللي فاضيين ان شاء الله هبقى موجود. ان شاء الله بالتوفيق كابتن محمد سمير نجم نادي المقاولين العرب، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبهنيك وبهني لاعبي المقاولين العرب والجهاز الفني البقاء في الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل. الساعات اللي فاتت كان في كلام كتير جدا بين النادي الاهلي ومصطفى فتحي ونادي التعاون السعودي رقم 10. عرف ان مصطفى فتحي مرحب جدا باللعب للنادي الاهلي، وان المفاوضات هتشهد تطور كبير في الساعات اللي جايه. رقم 10 عرف كمان ان شيكابالا كلم مصطفى فتحي الايام اللي فاتت وقال له بلاش موضوع الاهلي علشان ما تخسرش جماهير نادي الزمالك. مصطفى فتحي موهبه كبيره ولاعب رائع جدا، هيفيد النادي الاهلي، هيفيد نادي الزمالك، هيفيد اي فريق بيلعب فيه بكل تاكيد، واحد من الاسماء الحريفه في الكره المصريه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي طلب من اللاعبين ما تتكلموش عن الجهاز الفني او اي امر يخص المدير الفني ريكاردو سواريش، طلب منهم البعد تماما عن الامور او اي حوارات اعلاميه خلال الفتره اللي جايه، وقت في توتر، وقت في تنظيم للبيت من الداخل، فمش عايز اي حاجه ممكن تلخبط هذه الامور. وانا بقول زي كابتن حفيظ، محتاج الاهلي دلوقتي الهدوء التام التام. مسؤولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عشان عايزين يجددوا له التعاقد بتاعه، اوكي كده عقده ممتد لنهايه الموسم اللي هيبدا الجديد اللي جاي، هم عايزين اللي بعد كده، عايزين يمدوا لحد 2025. الراجل قال سيبوني لاخر الموسم اللي جاي وبعد كده نبقى نتكلم في التجديد، بس نادي الزمالك عايز يحسمها بدري بدري،
هم شايفين الراجل ناجح، شايفين الراجل رغم كبر السن ولكنه مشروع رائع جدا للفريق، قادر يعمل مشروع للفريق. عشان بس الموضوع بتاع كبر السن ده كان حاجه احنا مش فاهمينها كويس، احنا بنتعامل مع كبار السن انهم مش عارفوا يعملوا مشروع، مش ما هو مش هو اللي بينزل يلعب، يعني هو مش يعني هو اللي هيلعب اللعيبه الصغيره اللي هو ممكن يخليهم مشروع. فدي بس نقطه مهمه جدا، فيريرا واحد من اهم المدربين اللي جم في تاريخ الدوري المصري. النهارده الموقع الرسمي لرابطه اللاعبين المحترفين، موقع رابطه اللاعبين المحترفين الانجليزيه، عملوا حوار دمه خفيف، حوار ظريف مع محمد صلاح نجمنا المصري الكبير، اسطوره كره القدم المصريه. تعالوا نشوف الحوار مشي ازاي. هم سالوه ما هي اقدم ذكرى كرويه لديك؟ فقال في فريقي القديم المقاولون العرب لازلت اتذكر مباراه لاني سجلت فيها هدفين. ما هو انجازك الاكبر حتى الان؟ دوري ابطال اوروبا. طبعا. من هو الممثل الذي تريد ان يمثل شخصيتك في فيلم؟ قال ان انا بحب كيفن هارت، بيضحكني كتير. قالوا له ما هو قولك المفضل باللغه العربيه؟ راح قال لهم بالعربي شكرا. طبعا الحوار مسجل ومصور يعني، بس طبعا الحقوق ما تخليناش نعرف نوري حضراتكم، فبنقول لكم تكست. اي لاعب تحب اللعب معه في تاريخ كرة القدم؟ قال ان هو بيحب رونالدو البرازيلي الظاهرة طبعا، او زين الدين زيدان لاني لعبت مع فرانشيسكو توتي بالفعل في روما، وقال كمان احب العب مع ستيفن جيرارد، وقال انه واحد من اللاعبين الكبار يعني في الحوار. قال ربما ما كنت لتحظى بنفس عدد الاهداف اذا لعبت مع رونالدو. قال حسن انه يمرر الكرة احيانا، بيهزر يعني، رونالدو البرازيلي يعني لو ما كانش لو كان بيلعب مع رونالدو كانش هو اللي سجل، كان رونالدو هو اللي سجل. قال ان هو ساعات بيمرر الكرة يعني. سألوه إذا كان يمكنك اختيار وجبة واحدة لتأكلها طوال الوقت ماذا ستكون؟ قال طعام مصري يدعى الكشري. طعام مصري يدعى، بيتكلم هو الإنجليزي يعني، فبيقول طعام مصري يدعى الكشري، احنا بالنسبة لنا ما اسموش يدعى دي خالص، هو كشري. قال مكون من مكرونة وأرز وبصل مقلي وصلصة طماطم، إنه خليط من كل شيء وهو شهير للغاية في مصر. سألوه يمكنك صنعه؟ قال بالتأكيد يمكنني، ولكن ليس مثل ما تشتريه من جانبنا. يعني عارف انت لما يقول لك ايه، انا احبش اكل الكشري في البيت، احب اكله من بره. اللي بعده كلنا بنقول كده. الى جانب كره القدم، ما هي الرياضه التي كنت ستود لعبها بشكل احترافي؟ قال لعبت التنس وهزمت ترند الكسندر ارنولد، انه جيد ولكني افضل منه. السلام على الثقه. ده الحوار لطيف، نجيبه حضراتكم، حوار لذيذ، نحب نعرف كل حاجه بيقولها محمد صلاح دايما. بعد الفاصل هيكون معايا كابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي والزمالك الاسبق، وايضا الكابتن الكبير كابتن كريم ذكري نجم نادي يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره اثنين من الكباتن الكبار، الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الاسبق، وايضا الكابتن الكبير كابتن كريم ذكري نجم النادي المصري والزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن عبد الجليل كالعاده مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. برحب بالكابتن كريم. كابتن كريم مشرف ومنور. بنورك يا كريم ومزيد من التألق، ومبسوط ان انا النهارده مع كابتني، ويعني بغض النظر خلي الكره على جنب، لا من انظف الشخصيات اللي في المجال كلها، ده حقيقي والله. من الشخصيات النادره اللي الجميع بيجتمعوا عليها. برافو، لسه هقولها والله. يعني حتى في الكواليس لو قعد مع حد تقول له كابتن محمد ده جميل، ده حبيبي، ده لذيذ، ما عندوش مشاكل ولا اعداء يعني. زي هو ده اللي خلي بالك، ده اللي بيبقى بقى ولا كوره ولا شهره ولا ماده ولا اي حاجه خالص. بس بيجي يقعد معايا هنا بقى بيبقى فيه اعداء. هو لا يعني ما شفتوش قبل كده، بالعكس اول ما بيجي عارف عارف الاعداء بيظهروا ليه؟ هي المشكله مش عنده، عشان بيقول بصراحه. صح، هي دي الفكره. صح، عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله، اخبارك كله تمام؟ مبسوطين الدوري خلص؟ والله النهارده فكرت بعد الدوري يعني، بس هو طيب. كنت طيب وبخير. دوري حلو. حلو؟ طبعا. بس حاسس انك تعبت. عشان طويل قوي. انا بقول النهارده احنا ارهقنا زي اللعيبه والنادي جدا يا كابتن، بس بجد اتحاد الكوره لازم يتشكر. الرابطه كاس الرابطه اتعمل، والدوري وكاس السنه اللي فاتت، وفي كاس السنه دي ان شاء الله. لا لا يعني في، وعامر حسين يشكر. يا جماعه الموضوع مش سهل، حط الماتشات دي كلها بتاع ناقص تاتشات خفيفه للدوري ده يبقى جامد او يرجع زي زمان. ايه بقى الجماهير؟ شوف النهارده الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات، لا اصل 5000 برضه ماشي، بس انا اقصد ايه؟ دخل ماتش النهارده السنه اللي غير ده ما كانش في حد خالص، في خالص. فانا عمال اقول ادينا خدنا نفحه يعني. حلو، نفسي يا كابتن يعني شوف النهارده ماتش مثلا الاهلي وسيراميكا، لو 80-90 ألف في الاستاد مع الاجوان دي، مع شوف ماتش الجونه وبيراميدز، شوف ماتش المحله والاتحاد. لا
فرق كتير. طب لو كان في النهارده الجمهور مسموح ليه الدخول بساعه الاستاد كلها تمام، كنت هتلاقي 80,000 من مشجعين النادي الاهلي؟ لا لا، لان حتى ال 5,000 اللي بيروحوا قالوا جامد عشان ظروف كتيره. ولكن اللي موجودين يشكروا كابتن، بيروحوا وبيأذروا لعيبه صغيره، بيأذروا النادي حتى لو هو في المركز الثالث، دي حاجه محترمه. بص انا افهم النهارده ان جمهور نادي الزمالك فرحان بفريقه وبيشجع فريقه، النهارده راح الماتش رغم الحسم من المباراه اللي فاتت ودرع الدوري، النهارده كان بيحتفلوا مع فريقهم. افهم ان انت مبسوط ومنتشي فعايز تروح تتفرج على فريقك وتشجعه. بس اللي ما كانوا موجودين النهارده من جمهور النادي الاهلي انا بالنسبه لي كانوا محل استغراب. استغراب، والنادي الاهلي يفخر بيهم جدا ليه؟ ان انت رايح تشجع فريق خد مركز ثالث في الدوري، هم زعلانين اكيد جمهور النادي من فريقهم، بس رغم كده بيروحوا يساندوهم ويشجعوهم، ودي عظمه جماهير النادي الاهلي. من اول دقيقه لاخر دقيقه. بص يا كابتن، الدوري خلص، التجربه اللي حصلت دي لجميع الناشئين اللي لعبوا مش هتحصل كتير. صحيح. يعني السنه دي الاهلي لعبوا، الزمالك لعبوا، الاسماعيلي ادى ناشئين في الاواخر كتير لعبوا كتير. الظروف دي ما بتحصلش غير كل 10 سنين مره. صحيح. الكميه دي الناشئين. صحيح. النهارده مكسب جماهير النادي الاهلي دي. النهارده وليد سليمان بيتكرم، جمهوره بيكرمه، ناديه بيكرمه، واللعيبه بتكرمه. انا الحاجات دي بتفرق معايا يعني. صح. صح. انما ككوره في كلام كتير لازم نتكلم عنه. هنيجي عنده. الدوري السنه دي في رايك كده؟ بس قبل، انا اسف انا بقطعك، قبل ما نخش في الدوري لازم يعني اتكلمنا على جمهور الاهلي والزمالك ومساندتهم لفرقتهم، سواء فريق ما حققش بطوله والجماهير بتسانده زي النادي الاهلي، وفريق وجماهير فريق الزمالك خد بطوله والجماهير النهارده راح تحتفل. قول لي بقى جماهير النادي المصري ده، خلي بالك انا لو يعني مش عشان انا بورسعيد بقول كده، انا بكلمك بالمنطق. لا انا بشكرك ان انت لازم تدوس كل لازم جماهير النادي الاتحاد وجماهير نادي غزل المحل وكل الاسماعيلي كله طبعا كل مصر. انا بتكلم خاصه انا والكابتن محمد بنتكلم في الكواليس والفتره اللي عشتها في النادي المصري وظروف المعسكر. لك ان تتخيل جمهور بيسافر كل ماتش 4 ساعات ونص من بورسعيد لاسكندريه، وفي الرجوع 4 ساعات ونص. فده يعني ده يعني لازم 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 نشكر جمهور المصري على المسانده. هايل ده حقيقي والله. بشكرك. لا ده حقيقي. وبعتذر ان انا ممكن اكون سقطت، بس لا بصراحه لو جمهور رقم واحد في مصر السنه دي بالتعب والاجتهاد دوت، انا ده النادي المصري. ده حقيقي. وانا اللي بشكرك اللي انت اديتهم رقم واحد كمان، وهم يستحقوا المجهود ده. المجهود السفر المجهود والتعب ده، كل الجماهير عظيمه، كل الجماهير بتشجع فريقها بحب واخلاص. نفسي يرجعوا بس جماهير النادي المصري. اعداد يا كابتن محمد والله حقيقي، انا حضرت الكلام ده في برج العرب وبتفرج طبعا ومتابع النادي المصري طبعا. اعداد كبيره جدا يعني، في وقت من الاوقات بتلاقي 5,000 موجودين. بيفطروا كوره، بيفطروا ويتعشوا كوره يعني احنا ما يعني في ناس عندنا في بورسعيد ممكن ما يجيبش غدا للبيت عشان ايام ما كان بيبقى فيه تذاكر ومدرجات يعني عشان يخش الماتش. فلازم بنهايه السنه بقى انت عن المصري السنه دي؟ لا طبعا خالص، ولا في وجودي ولا قبل وجودي ولا بعد وجودي. انت كنت موجود في النص الاول من الموسم؟ الموسم الثاني كابتن حسام والكابتن يمكن كان الاول الكابتن معين ومع الكابتن عبد الحليم علي طبعا. بعدها انا دخلت مدير الكوره. بعدها كابتن حسام والكابتن ابراهيم. فلا مش راضي عن النادي المصري، ولا حد يكون راضي عن النادي المصري في الظروف الصعبه. ممكن اسالك سؤال بشكل واضح وتجاوبني اجابه صريحه مش دبلوماسيه؟ لو كابتن معين كان كمل الموسم مع المصري كان نهى بالشكل ده؟ كان هيقعد في الدوري اهو. لا، كان هيوصل للمرحله الاخيره وهو يصارع الهبوط، ولا كان ممكن الامور كانت تبقى احسن من كده؟ لا، كان هيصارع الهبوط. كان هيصارع الهبوط. ده حقيقي. ليه بقى؟ عشان كابتن معين ما اختارش اللعيبه، كابتن حسام ما اختارش اللعيبه، ودي مشكله. وكابتن محمد طبعا عارف الكلام ده يعني بصوره واضحه، ما فيش مدرب بيشتغل على لعيبه ما اختارهاش. التوقيت اللي جه فيه الكابتن معين كان ظروف صعبه على النادي. في بدايه السنه كان انتخابات مجلس اداره، بعدها دخلنا في مجلس معين، فكل دي ظروف صعبه جدا، بخلاف طبعا اهم حاجه في مجال الكره كله الفلوس. صح. الفلوس النهارده مش متواجده. استحاله ان انا اقول لك هاني رابع مع الكابتن معين. مظبوط. يبقى انا راجل بجامل او بطبل. لا، مع الكابتن معين، مع الكابتن جوهر الله يرحمه، لو جبت جوارديولا يمرن وما فيش فلوس مع الاوضاع دي، استحاله تاني بشكل كويس. يعني بقول لي معين مدرب كويس قوي. طبعا طبعا مدرب محترم جدا جدا. طيب كابتن عبد الجليل، النادي الاهلي السنه دي موسم مش جيد. واضح. تمام. تفتكر الموسم الجاي هيبقى عامل ازاي؟ او المفروض الاهلي يعمل ايه عشان يبقى الموسم اللي جاي افضل؟ دي يعني من واحد متربي في النادي الاهلي. التجربه بايجابياتها بسلبياتها صفحه تتقفل. ايجابياتها حلوه. ريحتوا اللعيبه كويس، طلعتوا لعيبه ناشئين، ربنا ستر ان مهيبه الاهلي ما راحتش. يعني ممكن ماتش النهارده ده بتاع 4
ده برضو بتشفي غليل الأهلوية قوي. يعني ختام حلو, حلو للأولاد الصغيرين ويوي. ولكن الأهلي لازم يا كابتن تغي أول حاجة لازم مدير فني اسم كبير يليق بالنادي الأهلي بطريقة لعب النادي الأهلي. أنت لو بصيت على سواريش مدرب كويس بس في وسط جدول ما يلعبش على بطولة. أنا النهاردة بقيت أتفرج على النادي الأهلي وهو متعادل. أنت يا ريت لو عندك اللقطات النادي الأهلي بيقابل من تحت الكرة من بعد نص ملعبه يعني الـ11 يعني ما تفهمنيش غلط. ومش سواريش بيلعب بنفس الطريقة اللي كان عيد مرازيل بيلعب بيها آخر 6-7 ماتشات في المقصة بالظبط. كله تحت الكرة واستنى بقى حد يخطف كرة أو ما يخطفش كرة. ده مش طريقة لعب النادي الأهلي. فلازم مدير فني قوي جدا. لازم إدارة الأهلي دلوقتي حالا تجيب 4-5 صفقات سوبر تهدي الناس. لازم مع المدير الفني القوي نمرة 3. ودي أهم حاجة تغيير شامل في قطاع الكرة كله. كله طبعا. يعني ايه بقى؟ يعني كلجنة تعاقدات لازم تشوف حد تقيل يجيب لجنة تعاقدات. مع الاحترام للناس كلها نجحوا وخلاص بس كلهم اجهدوا. مدير كورة سيد. انا بقول لك سيد من احسن 4-5 مديرين على كورة على مدار الـ50 سنة او الـ100 سنة بتاعت النادي الاهلي. ولكن ليه الوقت ان يريح؟ لانه اجهد زي اللعيبة بالظبط يا كابتن. بقى متوتر. جهاز طبي عندنا مشاكل في الاصابات كتير. جهاز طبي لجنه تخطيط او لجنه تعاقدات او لجنه كوره زي ما بيقولوا لازم كل ده. واخر حاجه قطاع الناشئين. مش معنى كده ان خالد بيبو ما نجحش او ولكن محتاج تدخل ناس تقيله في قطاعات الناشئين. انت احتجت للناشئين. كان ممكن تطلع قماشه احسن من كده برضو قوي. يعني كان ممكن تطلع قماشه من الولاد دي لو تحت. فالثلاث حاجات دي يا كابتن مهمه قوي. لازم التغييرات دي كلها تحصل. لو ما حصلتش وحصلت واحده منها وما حصلتش الثلاثه كلها يبقى احنا ما عملناش حاجه. مفهوم. انت فاهم؟ مفهوم. طيب كابتن كريم, الزمالك عادته انه يكسب بطوله يكسب اتنين وممكن الامور تتراجع شويه. بس تحس الزمالك المره دي لا, عنده مدير فني كبير هو فيريرا, عنده مجموعه شباب مميزين, عنده لعيبه كبار كويسين, عنده تدعيمات كويسه. تصور ان الزمالك الموسم اللي جاي يبقى نفس الاداء ونفس الروح اللي نهى بيها الموسم ده؟ يعني انا شايف ان الزمالك الفتره دي بالتحديد اتعلم من الاخطاء اللي فاتت في كل حاجه, فنيا في الملعب طريقه اللعب اختلفت. خلي بالك انا دايما بقول كلمه ان الزمالك ما يتخافش عليه الكره في رجله. يتخاف اول ما يخسر الكره. وانا لعبت في الزمالك فترات كبيره جدا يعني 1.5 سنة وشفت ومتابع يعني بحب الزمالك طبعا. الزمالك دايما اسلوب الضغط عنده كان سيء جدا في جميع مراحل السنين. تحس ان الزمالك كان فريق النجم الاوحد عكس الزمالك الفريق الجماعي اللي بيدافع كومباكت وبيهاجم بالضغط العالي ليهم اسلوب جماعي. الزمالك كنت تحس ان هي فريق النجم الاوحد. شايف ان الزمالك تعلم من اخطائه داخل الملعب مع مستر فيريرا. دايما الضغط كان بيبقى بشكل كويس جدا, اللي بتقطع منه الكره يا بيضغط يا بينزل كله تحت الكره. في اسلوب لعب مختلف غير اللي احنا متعودين عليه. الزمالك ما يتخافش, فريق فعلا الفن والهندسه زي ما بنقول عليه. لكن في نفس الوقت الكره مش بس يعني الماتش والكره في رجلك بس, لا الكره لما بتفقدها. فانا شايف الزمالك اتغير, اتعلم من اخطائه. ما بقاش حد بقى اسمه فوق النادي. ما بعدش فريق النجم الاوحد. النهارده اكبر لعيب وكابتن الفريق شيكابالا مقدم ماتشات او حتى اي وقت بياخد فيه بيقدم وقت هايل وبيجيب اهداف. لكن تتفرج عليه في ماتش الاهلي ما لعبش ومع ذلك ما شفناش شيكابالا زعل. فانت كل ده بيديك مردود لا في حاجه كتير اتغيرت. رقم 2 لو اتكلمنا خارج الملعب لا الامور اختلفت شويه. معالجه الامور والمشاكل بقت بتتقاس بصوره مختلفه, بقت بتقيم بصوره مختلفه. حتى ردود الافعال على السوشيال ميديا بقت اهدى بكتير. فانا مبسوط بصراحه من الفتره اللي موجود فيها نادي الزمالك دلوقتي. لا اتعلموا من اخطائهم بشكل كبير جدا. النهارده بتسمع عن اي مشكله الامور ما بتاخدش يعني اكتر من تصريح او اتنين. لكن الاول وفي وقت من الاوقات انا كنت موجود في نادي الزمالك لا الموضوع ممكن ياخد شهر. عارف كان زمان يقول لك ايه؟ اصل الاعلام هو اللي يكبر مشاكل نادي الزمالك. بس هو في حقيقه الامر نادي الزمالك اللي كان بيكبر مشاكله, ونادي الزمالك هو دلوقتي اللي بيصغر مشاكله. صح. في الحالتين الاعلام هو متلقي. يعني متلقي وبعد كده بينقل للجماهير. انت بتاخد المعلومه, معلومه صغيره هتقولها صغيره, معلومه كبيره او يعني اخطاء كبيره او مشاكل كبيره هتقولها كبيره. ده حقيقي. فهي كانت المشكله دايما بتبقى من جوه نادي الزمالك. لكن برضو ما ننساش حاجه إيه؟ لا الايه اتعكست يعني
ان المشاكل هنا بقت بتظهر بشكل كبير جدا وبقت في العلن والاعلام بيتكلم عليها زي ما كان ايام الزمالك لما كانت بتطلع الاعلام بيتكلم عليها بالظبط كده زي ما انت قلت كريم هو انت اللي بتداري على مشاكله. وخليني اقول لك برضو ان المكسب حلو مكسب بيداري ايوه بيحصل مشاكل كتيره جدا في اكبر الفرق في العالم واخرها باريس ده حقيقي والله المكسب بتاع موسيماني ده حاجات كتير ده حقيقي ممكن انا في وقت من الاوقات يعني ناس صحابي يعني يقولوا لي اهلاويه وانا من الناس اللي كنت بحب موسيماني جدا خداعة. يعني نتائج خداعه والنتائج دي وراها كواليس كتيره جدا مش ما بنشوفهاش في النادي الاهلي صحيح في الاول والاخر الناتج بيبقى ايه مهما انت فضلت تداري ومهما النتائج كانت كويسه لكن في نفس الوقت انت مش هتقدر تكمل مش هتقدر تداري على ما صلحتش وبتعالج الاخطاء دايما هتلاقي الامور بتتفاقم معاك وبتحصل مشاكل كبيره جدا صحيح. النهارده الجونه اكمل مثلث الهبوط للفرق الهابطه الجونه من الفرق اللي كان دايما من ساعه ما دخل الدوري عنده لعيبه مميزه لعيبه كبيره بيعمل مباريات كبيره ايه اللي حصل في الجونه السنه دي ادارتهم هي اللي وقعت ادارتهم غلطت غلط كبير في انديه وقعت ادارتها اللي وقعت وفي انديه وقعت بسبب الاداره وفي انديه قعدت في الدوري بسبب لاعبتها والمدربين بتاعتها يعني غزل المحله قعد في الدوري السنه دي مع ان مجلس الاداره ملوش دور لان هو اتظلم من عوده وبسيوني في الاول عمل دربكه اللي قعد المحله اللعيبه والجمهور ومصطفى عبده انا بكلمك بامانه لعيبه المحله دي رجاله الظروف بتاعتهم كانت وحشه قوي مصطفى فده درس للمحله ان ما خليك مع اولادك انت عندك مدربين في المحله عندك شريف خشاب عندك مصطفى عبده عندك خالد عيد عندك الدومي عنده ناس كتيره فخليك في الجونه غلطوا ان مشوا رضا شحاته كان في سبع الدوري وكان عامل نتائج كويسه غلطوا رموا دانهم كان معتاد وكيل لعيبه جاب تامر مصطفى تامر كان ماشي مع المقصه يعني على القد فما ينفعش هتروح الجونه خسر ست ماتشات وتعادل ماتشين هي الست ماتشات دول اللي وقعوا الجونه درجه ثانيه مش عشان تامر وحش مش وقته كان رضا يكمل طلعت يوسف انا الحزين على حاجه واحده للجونه هنا عشان كابتن طلعت مدرب قدير شوف المقاولين فرق معاه شيء غريب وبرده من المقاولين ان الاداره بتاعتها كانت هتوقعها لولا مقاولين بالذات شيء غريب اللي قعدوا بعد ربنا يعني وجهازه مش لعيبه ولا اداره ولا مدرب محنك فالمقصه ايسترن كمباني الجونه يعني ايسترن والمقصه ما حضروش من الاول صح هو انا شايف انه ايسترن تحديدا كانت بدايته سيئه جدا عشان كده تاثر في الاخر عشان في الاخر كابتن علي عبد الرحيم بصراحه مع اللاعبين عملوا نتائج جيده جدا عشان خير 20 لعيبه كابتن بس كان خسر بقى كان خسر الكاسيه انا زي ما كريم قال لك لما باجي انا اللي مختار اللعيبه واعرف العب يعني انا هقول لك على حاجه احمد سامي ده مدرب كويس قوي راح سيراميكا كله قال ان هيعمل نتائج حلوه النتائج كانتش حلوه ليه اللعيبه اللي موجوده مش هي دماغ احمد سامي وكل مدرب كابتن ليه 3 4 لعيبه في حتت معينه بيلعب بطريقه معينه زي ما عمل في الجيش وزي ما عمل في سموحه ف الايسترن كابت 20 لعيب في الاول والمدرب كان علاء نوح على ما اعتقد وعارف تلصيق 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 جه على لعب على العام لحق يلم الليله كانت فلتت صح. طبعا المقصه كانت من الاول هي كانت يعني الدنيا عارفين ان الصفقات وللاسف المقصه مشي ورا وكيل لعيبه هو اللي وقعت جونه كانت مشيت ورا في وسط الموسم ورا وكيل لعيبه هو وقعها برضه انا عايز اقول حاجه بالنسبه كمان للجونه يمكن مش السنه دي لا السنه اللي قبلها كان الكابتن رضا شحاته كان مساعد مدير فني اجنبي المدير الفني الاجنبي مشي الكابتن رضا شحاته مسك مشي كويس 3 4 ماتشات راح جايبين مدرب اجنبي تاني فما سالنا مسؤول في الجونه يمكن في الراديو قال لك لا احنا مش عايزين نحرقه فبدا ده حقيقي والله حصل فبداوا يخسروا تاني راحوا ماشيين مدرب مسكوا كابتن رضا حصلت مرتين او ثلاثه فهم كانوا بيحرجموا عليها بقى لهم سنتين ثلاثه انا مش عارف ليه صح. بصراحه يعني الفرقه كانت مستقره جدا وكانت منظمه جدا وكنا دايما نتحدث عن الجونه انه فريق كاداره وجهاز فني ولاعيبه وكسبنا مدرب يعني عندنا الجونه مش اي حد يمسكه الجونه مفتوحه هناك واللعيبه سايبه بكلمك بقى انا بكلمك واحد بتاع كوره واحد طلعت يوسف لمهم يعرف انور سلامه كان ماسك قبل كده كان بيحبسهم بيربطهم في البتاع انما في بعض المدربين للملعب بس وبعد لا عشان كده الجونه ما فيهاش كان مستوى اقول لك كمان كان في مشكله في الجونه السنه دي معدل الاعمار كبير
بالظبط. انت بتتكلم في مدافع اساسي 39 سنه عمل مجهود كبير جدا لعيب كبير ومن احسن اللعيبه ونور السيد برضه من اللعيبه كويسه اسلام محارب على فكره يعني ما هو اثنين لعيبه انا مش بقول ان هم قدموا وحش بس لما كانوا بس بيتعبوا ما كنتش بتقدر تخرجوا ما هو طبيعي عشان البديل برضه مش الكفر بس عنده لعيبه كويسه يا اخي الجول كان عنده لعيبه كويسه قوي يعني لو بصيت على التوتال بتاع اللعيبه لا عنده كيان احسن من المقصه واحسن من استر المفروض ما كانش المفروض يهبط وفي البدايه احسن من المحله كمان كاسماء يعني انت لو بتقيم انا معجب بلعيبه المحله كابتن بصراحه معجب بمصطفى عبد يحيى مميز جدا عادل اسمه هشام عادل اللي مميز عادل. جدا فتح الله كويس جدا انت عندك عندك لعيبه شعبان عندك كام لعيب حفظناهم وقدموا نفسهم بصوره كويسه جدا الفتره طيب ايه رايك كابتن كريم عشان انا عملت الكلام ده مع كابتن محمد عبد الجليل الاسبوع اللي فات وسالته عن تشكيل الموسم نلعب مع بعض يلا تشكيل الموسم طبعا ده ريفرنس بس اسماء كتيره من اللي في الدوري عشان تفتكر معايا تمام تشكيل الكابتن كريم زكري والكابتن عبد الجليل بقى هيقول لك ده صح وده غلط ويقول لك لا شيل ده وحط ده يعني مش. يلعب يضايقك بقى وانت بتختار لا ضايقني براحتك انت انت حبيبي انا يعني. حطيت اصل الكابتن عبد الجليل حط تشكيله حلوه قوي تشكيله ياخد بيها كاس العالم يعني انا شايف احنا بنتكلم على الفتره الاخيره عواد في حراسه المرمى لا مش الفتره الاخيره عشان السؤال ده سالته الموسم كله ما هو خد بالك كان معايا ضيف عزيز وقال لي انه ما هو نص الموسم او الاهلي مثلا في اول 10 11 ماتش عمل اداء رائع جدا وبلاعبين مميزين جدا واللاعب عامل الكيرف تحت في الاخر فانت دايما بعنينا غصب عننا على فكره ده حتى بيحصل في اختيارات عالميه بتبص للاخر انت الفيلم بتتابعه عشان الاخر فانت قلت لي كده بقى المره اللي قلت لي لا اتفضل اتفضل يا كابتن عواد في حراسه المرمى محمد عواد الونش طبعا الونش اللي تلعب الخطه الاول 4-2-3-1 ماشي يبقى الونش في خط الدفاع مساك جنبه مين عندنا يعني انا شايف ان اقرب واحد في الاسماء اللي موجوده اسامه جلال ماشي اسامه جلال عمل موسم حلو جدا هو من اللعيبه المدافعين الواعدين جدا بصراحه كان واضح من بدايته في انبي صح زاهر ايمن المسلوسي يعني ما يعني بيقدم مردود كويس لكن هو كان بيلعب مساك ثالث مع مستر فيريرا فانا شايف ان عمر كمال عبد الواحد يعني ماشي بشكل كويس عمر كمال عبد الواحد على اليمين على الشمال زاهر ايسر خلي بالك انا كنت معجب بجوناثان نجوم من وقت الجونه بس يعني هو فيوتشر بس انا هو بيلعب في فيوتشر دلوقتي بس تحس ان هو الادوار الهجوميه عنده ايوه يعني هيلعب على علي معلول لا هو لا يلعب على المعلول لا يلعب احمد فتوح طبعا انت زملكاوي صرف لا والله حقيقي لا والله لا هو الفتره الاخيره فتوح مش الفتره الاخيره احنا بنتكلم السنه دي برضو علي معلول ما لعبش كتير اصاباته كانت كتيره جدا ما كانش عنده البديل اللي يريحه عكس فتوح كان عنده عبد الله جمعه انا معاك ان فتوح الفتره الاخيره من انا هو بيلعب منتخب مصر كمان فيعني في الاسماء اللي موجوده علي معلول بقى اثنين في نص الملعب الدفاعي طبعا امام عاشور يعني هي بين بلاتي توري طبعا بيراميدز او وليد الكارتي لان انا بحب وليد الكارتي جدا وليد الكارتي رائع تمام من احسن اللعيبه في اللي بتعمل بوكس تو بوكس في مصر صح. دايما بيتسحب من تحت كده وتلاقي دخل ال 18 وبيكمل ماشي السولية يبقى هو اختار انت هتختار مين امام عاشور واحد امام عاشور وليد الكارتي ماشي صانع العاب هو يعني في أفشة عبد الله السعيد محمد عبد الكبير الوادي ابراهيم عادل مش موجود اسمه بس ابراهيم عادل هتلعبوا صانع العاب هلعبوا صانع العاب ابراهيم عادل كان موجود كان جناح بس تمام لا انا يعني انا بحب وهي كده الاسماء دي في النهايه في الاول والاخر هي لي انت تفتكر بيها لكن ممكن تقول اسماء اصلا ممكن اقول اسماء ثانيه انا فاهم لا ابراهيم عادل ابراهيم عادل 10 ماشي جناح يمين جناح زيزو طبعا زيزو عبد الرحمن ده الوحيد اللي مكتسح كل التشكيلات طبعا زيزو احسن لعيب في مصر بصراحه يعني الشمال بن شرقي انا مش عارف انا حاسس ان انا بحط تشكيله الزمالك عشان واخد الدوري لا والله واخد الدوري برضه مين احسن من بن شرقي احمد رفعت بيأدي بشكل كويس في طاهر محمد طاهر مين مهاجم كويس لكن صح مين فرويد؟ احمد عاطف طبعا احمد عاطف طبعا لا انا عندي راي والله يا كابتن كريم خليه مدير كوره بس احسن
يعني كريم ذكري مدير كوره كويس. ليه بقى احنا عاملين احنا عاملين نحب بعض شويه. مدير كوره كويس ومدير كوره دي وحش. انا سالتني بره قلت لي كارير التدريب قلت لك انت الكاريزمي مدير كوره حلو. ما دي بس والله حتى تشكيله حلوه جدا. اه دي المستقبل. اه تشكيله حلوه جدا ممتازه. دي لجنه التخطيط. انت كابتن انت بتلعب على عمر السنه العاليه. انا بلعب على طيب دي تشكيله الكابتن كريم ذكري لهذا لا والله في الموسم. عجبتك كابتن محمد؟ اه طبعا بس نقول التشكيله تاني. محمد عواد في حراسه المرمى. استنى بس ايه مفيش ولا واحد من النادي الاهلي. دي غريبه دي شويه يا كابتن. مش مقصوده والله. خلاص كابتن لا مقصوده ايه بحترم مش مقصوده طبعا عشان كده. ازاي ما بقاش تشكيله؟ طب من باب اولى ان ما فيهاش ولا واحد من النادي المصري. لا انا كنت بقول لك النادي الاهلي. تقول النادي المصري مع الاحترام. انا تصورت انا تصورت انه هيحط حد من النادي المصري. ايه تصورت هيحط حد من النادي المصري لو كان في حد يستاهل. طب انت لو هتحط حد من الاهلي هتحط مين؟ على الاقل مثلا السولية. على الاقل مثلا قفشه. على الاقل مثلا علي معلول. طيب على الاقل مثلا كلهم. شريف كلهم لعيبه كويسه. ما اختلفناش بس انا احنا بنتكلم في الوقت الحالي. طب الوقت الحالي شريف يا كابتن يعني مع احترامنا لشريف يعني هو يعني جايب كام جون السنه دي؟ انت لسه معجب. احنا عجبني. اول ما دخلنا على الهواء قلت لكريم انا معجب بالاحصائيه والهدافين. انا مش معجب. طيب انا حزين ان مفيش هدف من ممكن ممكن نساله بالسؤال بطريقه ثانيه يا كابتن كريم. لو هتحط شريف مكان حد من دول سيف الجزيري احمد عاطف جون ابوكا شادي حسين مروان حمدي في التشكيله دي؟ لا ما يتحطش دلوقتي. طب خلاص طب زعلوا ليه؟ لا انا بنتناقش بس خلاص احنا كده قفلنا الباب. لا ما نحطوش. انا حطيت جون ابوكا ساعتها. انا الوحيد اللي نفسي احطه بصراحه في التشكيل من النادي المصري فريد شوقي. فريد شوقي لعيب ده مجتهد قوي. لعيب راجل في وسط الملعب. وخلي بالك ولاشوى الحسن علي. حسن علي لعيب والياس ده لعيب كويس قوي. الياس الجلاسي بصراحه يعني الياس برضو تحطه مع ابراهيم عادل اللي هو في المكان ده 10 لعيب كبير بصراحه. يعني الياس من اللعيبه كويسه جدا. صحيح. لكن انا بتكلم على اللعيبه اللي موجوده. عايز اقول حاجه ثانيه قبل ما نختم. لا اقول ايه؟ عايز تقول اي رساله ولا حاجه؟ انا عايز اقول طبعا إن عجبني لما انت يعني حزين ان ما فيش واحد من الاهلي في اول 10 هدافين في دي كارثه. دي كارثه ودي لازم زي ما بقول لك لازم عشان الاهلي يرجع بسرعه لازم الثلاث حاجات اللي قلتهم بجد يا كابتن. لو ما اتعملتش في اسرع وقت اداره الاهلي يا كابتن القويه اللي هي على مرور السنين هي اللي بتعدي الازمات بسرعه. صح. هو انت كابتن عبد الجليل لما كنت تلعب مع الاهلي كان في كام هداف من النادي الاهلي في قائمه الهدافين؟ ده انا كنت من الهدافين اللي انا تحت الفراوده. ما بالك رمضان حسام حسن فيليكس ايمن شوقي دول الاربعه وينت. وكلهم جايبين اجوان. وانا بقى تحتيهم وكان رضا وكان وليد صلاح. كمان الاجيال اللي جت بعد كده متعب. صح. احمد بلال. صح. ده قالوا احمد اجوال متعب واحمد بلال وفلافيو على ابراهيم وعلي ماهر كل دول كانوا بيجيبوا اجوان. هو الطبيعي وطبعا وكان ما تنساش بقى كمان في احمد كشري كمان كان يا خبر ابيض. انت عارف يا كريم الطبيعي لو جبت اي حد معدي ملوش علاقه بالكوره. اي حد معدي وملوش علاقه بالكوره حطيت راس حربه في النادي الاهلي مطالب انه يجيب اجوان. ده الطبيعي. صح. لان اي فرقه في مصر مع عدا الزمالك يعني طبيعي جدا هتلاقي بتدافع بشكل كبير جدا. لا ومفيش مهاجم هيجي له عدد الفرص. ما هو ده اللي انا بقوله. مين احسن مدرب مصر السنه دي يا كابتن؟ مين احسن مدرب مصر يا كابتن محمد؟ اجنبي ولا اجنبي ابعد عن فيريرا. فيريرا قاعد ومربع ومستكانياس. مدرب مصر من ثلاثه. لا هتقول لي واحد. هتقول لي ثلاثه. علي ماهر طارق العشري يعني هتختار مين؟ عشان نسأل سؤال الكابتن كريم. هختار طارق العشري. انا كابتن حسام. كابتن حسام حسن. لان اشتغل يعني كابتن حسام وكابتن معين. يعني ان انا يعني انا بقول لان انا كنت جوه المطبخ وعارف ان الظروف اللي اشتغلوا فيها كانت صعبه ازاي. صح. فلا بصراحه يعني نوجه لهم الشكر. انا طبعا هختار الكابتن طارق العشري. راجل مستلم الفريق بعد 10 مباريات 11 مباراه عنده 5 نقط ينهي الموسم بمركز الرابع وبعد كابتن طور طريقه لعبه يعني رابع دوري. كان بيتقال عليه طريقه دفاعيه. انا النهارده بتفرج عليه بيلعب الماتش النهارده. بيضغط باربعه من قدام. عارف كابتن محمد انا احب المدرب ايه كمان؟ اللي يخلي فرقته اللي ما كانش فيها نجوم بقت كلها نجوم ومطلوبين في سوق الانتقالات ده. في 4 5 موجودين في طلائع الجيش دلوقتي كل الناس عايزينهم. بالظبط. فده نجاح. كابتن محمد شرفت ونورت كالعاده. شكرا لك. انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن كريم شرفتني ونورتني. بشكرك. انا بشكرك يا حبيبي. شكرا جزيلا. لسه مكملين
مع حضراتكم حلقتنا النهارده في رقم 10 بعد الفاصل. الاساتذه رامي رجب وهاني عصام نتكلم معاهم في امور كثيره تخص الكواليس المتعلقه بفتره الانتقالات وايضا منتخب مصر ومؤتمر فيكتوريا غدا للاعلان عن قائمته الاولى لمنتخب مصر. خليكم يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. شرفني ونورني في هذه الفقره الاساتذه رامي رجب وهاني عصام النقدان الرياضيان، نتكلم معاهم في كثير في كثير من الكواليس. استاذ رامي مشرف ومنور كالعاده. اهلا بك يا استاذ كريم، انا سعيد ان اكون موجود معاك وطبعا مع صديقي العزيز هاني عصام. هاني مشرف ومنور، سعيد ان انت معايا الاول. حبيبي يا استاذ كريم، شكرا جزيلا. حبيبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. خير الحمد لله. تيجي نخش في الجد على طول عشان الوقت ما يجريش مننا. قائمة المنتخب بكرة فيكتوريا هيعلنها أول قائمة لفيكتوريا لمعسكر سبتمبر إن شاء الله. مين اللي في القائمة؟ خلينا نقول الفترة اللي فاتت دي الراجل يعني تابع كل ماتشات الدوري عن قرب، بقى راح الماتشات كلها، حدد قائمة حوالي من حوالي من 45 لاعب الفترة اللي فاتت ديت. في أسماء طبعا ما فيش خلاف عليها، في أسماء يمكن استقر عليها بشكل كبير جدا، وفي جلسة بكرة في مؤتمر صحفي إن شاء الله غدا في اتحاد الكرة الساعة 1 للإعلان عن كافة تفاصيل الفترة الماضية، عمل إيه الفترة الماضية وإيه القائمة الأساسية اللي هتكون موجودة في سبتمبر. قبل ما نقول القائمة إيه أو الأسماء المقربة أو الأسماء القريبة أو اللي استقر عليها أو من ضمن الأسماء ال 40 اسم، خلينا نقول ان شاء الله المعسكر هيبدا يوم 13 سبتمبر. تمام. هو فضل ان نبدا قبل الـ 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 الاجنده الدوليه، هينضم كل اللعيبه المحليين ما عدا لاعبي فيوتشر والزمالك، عندهم الزمالك عنده الدور التمهيدي في 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 افريقيا وفيوتشر عنده برضو عندهم في الكونفدراليه الدور التمهيدي، فبالتالي كل اللعيبه المحليه يعني ان شاء الله هيضموها، هيبقى بس بدون لاعبي لعب فيوتشر والزمالك. ان شاء الله هيخوض مباراتين مع النيجر وليبيريا، تحدد ميعادهم ان شاء الله هياخدها يوم 23 و27. خلينا نقول ما فيش خلاف كتير، يعني ما فيش خلاف كتير. طبعا خلينا نقول لاعبي الزمالك طبعا هيكون اكتر نادي موجود فيه من القائمه الاساسيه للمنتخب لعيبه نادي الزمالك. طبعا انت عارف المستويات اللي قدمها نادي الزمالك الفتره الاخيره، وكل ما اعتقد طبعا اللي انت شايف نادي الزمالك من افضل اللعيبه وعنده مجموعه طيبه من اللاعبين. طبعا هيبقى موجود من الزمالك محمد عواد، في الونش، في فتوح، في زيزو، في امام عاشور، في يعني لا نيمار بقى وحسام عبد المجيد. خلينا نقول في تمسك من ميكالي حتى هذه اللحظه، لحد يمكن قبل ساعات كنت عامل متمسك بيهم، متواجدين في المعسكر المقبل. المنتخب الاولمبي هيكون عنده معسكرين، معسكر يعني هم يعلنوا بكره الاسماء برضو، هيبتدي المعسكر من اول سبتمبر لحد يوم 8، ده مش هياخد فيه المنتخب الاولمبي اي مباراه دوليه عشان ده خارج الاجنده الدوليه. هيبقى في عنده برضو في شهر سبتمبر عنده تجمع دولي عشان خاطر ممكن يخوض فيه مباراه او مباراتين. طيب ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت دي؟ كان في طبعا فيتوريا معجب جدا باداء نيمار وحسام عبد المجيد وشايفهم ان هم يستحقوا الانضمام للمنتخب الوطني، ولكن في تمسك من ميكالي بانضمام اللاعبين دولت معاهم في المعسكر المقبل اللي هيتم في النصف الثاني او في ميعاد الاجنده الدوليه للانضمام عشان يدي تجربه او يشوفهم، عشان دولت هيبقوا من القوام الاساسي للمنتخب. طيب. مين الاسماء الثانيه اللي قريبه من في محمد الشناوي رغم طبعا من الاهلي من الاقرب حتى هذه اللحظه، يمكن قبل ساعات ما يجي لك يعني هو ده كله فيه 40 لاعب وفي جلسه بكره مع الجهاز الفني. في محمد الشناوي شايف ان هو عنده خبرات كبيره جدا الفتره اللي فاتت دي ويستحق الانضمام، وفي محمد عبد المنعم وفي حمدي فتحي من الاهلي. دولت من الاهلي. في بقى طبعا اسماء تانية، في اسامه جلال، في طبعا اللعيبه المحترفه طبعا باستثناء محمد النني الاصابه اللي لحقت بيه ده، في احمد عاطف مرشح انه يكون موجود، شادي حسين يعني ممكن نقول يعني كان موجود بس ممكن ربما يكون يتم استبعاده، احمد رفعت موجود في الصوره، عمر كمال موجود في الصوره، في ابراهيم عادل موجود في الصوره، في عدد كبير موجودين في الصوره خلال في دونجا، في علي جبر، في احمد الشناوي حارس بيراميدز، في رمضان صبح موجود في الصوره، في عدد كبير من اللعيبه اللي يكون موجود في الصوره. واعتقد بكره ان شاء الله في جلسه هيتم فيها حسم الاسماء اللي هتكون متواجده ان شاء الله للمنتخب خلال الفتره اللي زيني في الجد على طول في الجول على طول. مين اللعيبه اللي ممكن نشوفها قريب بيعلن الزمالك عن ضمهم؟ موسم الصفقات بدا بدري شويه قبل انتهاء بطوله الدوري، يعني في اثنين لعيبه خلينا استاذ كريم اكلمك عليهم، ابراهيم عادل ومصطفى فتحي. طول دلوقتي الناس بتسال ابراهيم عادل هل هينضم للنادي الاهلي، مصطفى فتحي موقفه ايه؟ ليه بيراميدز اعلن النهارده التجديد لابراهيم عادل؟
خلينا اقول لك ان التجديد لابراهيم عادل مش النهارده ولا امبارح ولا الاسبوع اللي فات ولا من شهر، لا ابراهيم عادل مجدد من حوالي 6 او 7 شهور لبيراميدز. بيراميدز التجديد النهارده، وحتى كل المواقع وسائل الاعلام تناقلت الخبر ان على اساس ان بيراميدز التجديد حاليا دلوقتي. في ازمه قويه ما بين بيراميدز وما بين ابراهيم عادل. ابراهيم عادل الفتره اللي فاتت كلها رافض ان هو يستمر مع بيراميدز، متمسك ان هو عايز يروح الاهلي. وجهته انا عايز اروح الاهلي يعني. حتى جاله كذا عرض من بره، بس هو رغبته ان هو عايز يروح الاهلي. ما حصلش الاتفاق ما بين بيراميدز والنادي الاهلي على النواحي الماليه. في الاول كانت طلبات بيراميدز وصلت ل 5 مليون دولار، بعد كده المقابل المادي نزل ل 3 مليون دولار. عرض النادي الاهلي الارقام ديت يعني على مسؤوليتي. ملف المفاوضات كان ماسكه كمان الاستاذ ياسين منصور، هو اللي كان متولي الملف قبل ما يمشي. اخر رقم النادي الاهلي عرضه كان 2 مليون دولار، واخر رقم بيراميدز طلبه 3 مليون دولار. ففي فجوه. بيراميدز باعلانه النهارده التجديد لابراهيم عادل بيوصل رساله ان اللاعب موجود معايا، مفيش نيه ان انا امشيه، ولو همشيه همشيه بشروطي. طيب ابراهيم عادل موقفه ايه بعد التجديد؟ يعني تواصلت مع مصدر مقرب من ابراهيم عادل، اللاعب متضايق لحد دلوقتي، متمسك ان هو عايز يروح الاهلي، وبلغ ممدوح عيد الاستاذ ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز ان هو نفسه يروح الاهلي، وطلب منهم بشكل ودي كده ان احقق له امنيتي. يعني انا معاكم وعملت كل حاجه، فسيبوني امشي اروح الاهلي. هل الاهلي واخد خطوات؟ الاهلي واخد خطوات. ممكن الصفقه تخلص، ممكن الصفقه تخلص، يعني الباب لحد دلوقتي ما اتقفلش ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز. عظيم. ده ابراهيم عادل. بالنسبه لمصطفى فتحي، احد الصحف السعوديه النهارده قالت ان مصطفى فتحي خلاص تمت الموافقه ما بين نادي الاهلي ونادي التعاون السعودي بشكل نهائي على بيع مصطفى فتحي. تواصلت مع المسؤولين في نادي التعاون السعودي، هم الفتره اللي فاتت كلها كانوا رافضين ان هم يطلعوا في الاعلام. كانت المفاجاه ان هم قالوا لي ان لحد دلوقتي ما فيش عرض رسمي جه من النادي الاهلي. كل الكلام اللي جانا كان مجرد كلام من وسطاء ووكلاء. وفي شخصيه من النادي الاهلي اتكلمت مع احد المسؤولين في نادي التعاون، بس كفاكس او عرض رسمي وصل ما وصلش. طيب بالنسبه لمصطفى فتحي، مصطفى فتحي حصلت مكالمه ما بين شيكابالا ومصطفى فتحي، حصلت من حوالي 10 ايام بالظبط. شيكابالا قال بلغ مصطفى فتحي في المكالمه ان المسؤولين في نادي الزمالك عايزينه والاداره متمسكه بيه، وقال له ان فرصتك في المشاركه مع الزمالك هتكون اكتر من اي نادي تاني. مصطفى فتحي كان رده على شيكابالا في المكالمه ان انا لو رجعت مصر عايز ارجع الزمالك. خلاص الموضوع بالنسبه لي ان انا عندي رغبه ان انا اجي الزمالك. طيب ببساطه كده خلاص الموضوع اتقفل؟ لا، المسؤولين جوه نادي الزمالك مهما كان تاكيدات مصطفى فتحي ان هو عايز يجي وان الاولويه للزمالك، بس ما عندهمش الثقه 100% ان مصطفى فتحي مش هيروح الاهلي. حصل تواصل الايام اللي فاتت ما بين اداره نادي الزمالك والتعاون. الزمالك ليه حوالي 400 الف دولار مستحقات متاخره. طب انتوا طلباتكم ايه لو هتبيعوا اللعيب؟ نادي التعاون انا اشتريته بمليون، فعلى الاقل لو هبيعه مثلا هبيعه مليون ونص او مليون و400 مثلا. ففي مفاوضات وفي يعني خط اتصالات ما بين الزمالك وما بين نادي التعاون، لكن الاهلي موجود في الصفقه بقوه. وباكد ليك ان رغم تاكيد مصطفى فتحي لشيكابالا ان هو الاولويه ليه للزمالك، لكن المسؤولين جوه نادي الزمالك بالنسبه لهم ان كل الاحتمالات وارده. يعني ايه وارده؟ يعني ممكن مصطفى فتحي يقول الاهلي. ده اللي خلاهم اليومين اللي فاتوا ان هم ياخدوا خطوات جاده في الملف. يعني النادي الاهلي مفاوضات بالنسبه له مع مصطفى فتحي بعيد عن نادي التعاون موجوده. عظيم جدا، موجوده جدا جدا يعني. طيب هل ممكن نشوف مفاجآت كبيره في قائمه المنتخب بكره؟ يعني ممكن نلاقي اسم كده ما كانش متوقع خالص، الراجل انا عارف بيفرج بالتفاصيل ولا اختياراته الخاصه، هل ممكن نشوف اسم مش متوقع في القائمه؟ وارد جدا، عشان هو الراجل جاي هيعمل خطه وطويله الاجل. وارد جدا ان ممكن تلاقي لاعب صغير ما اتضمش للمنتخب او اتضم للمنتخب قبل كده وما حصلش على فرصته. يعني هو الراجل مش عاوز برضو المجموعه اللي هو كان بيعتمد عليها، كيروش والكابتن ايهاب جلال ومن قبله الفتره اللي فاتت سواء اي مدير فني، عاوز يعني يعتمد على مجموعه من الشباب الفتره اللي جايه دي، بس يديهم الفرصه بشكل تدريجي. فوارد جدا ان يكون يلاقي اسماء. طبعا زي ما كنت مع حضرتك في حلقه قبل كده قلت لك عبد الله سعيد، فعلا الرجل معجب بعبد الله سعيد جدا جدا جدا. هل عامل السن زي ما هو برضو يخشى ان هو يبقى فيه انتقاد، هل عامل السن بالنسبه له هيأثر ولا لا؟ ده وارد جدا برضو لسه حسب رؤيته في الفتره اللي جايه، ولكن اكيد ممكن تلاقي اسماء جديده، ممكن تلاقي اسماء، بس الاسماء الجديده مش هتلاقيها بقطره. مش يعني مش هينفع ان هو يدخل عدد كبير من اللاعبين الفتره اللي جايه دي او في المعسكر ده بشكل كبير جدا، خاصه وان كان ان دي مباراتين وديتين عاوز يجرب فيهم اكبر عدد، بس وارد جدا ان انت ممكن تلاقي وجوه جديده طبعا في المنتخب. كارلوس كيروش اللي انت جبت سيرته هيبقى موجود في مصر امتى؟
هو خلاص يعني المفروض ان هو كان محدد اول اسبوع من سبتمبر، فاعتقد ان الامور يعني قريبا جدا ممكن يتواجد الامور في اتحاد الكوره في طريق الحل مع كارلوس كيروش. حتى هذه اللحظه لا، الاتحاد الكوره رافض يصرف اي مبلغ اي مستحقات اي غرامات وقعت على كارلوس كيروش الا بموافقه كتابيه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. واعتقد في حاله وصول كارلوس كيروش لمصر هنا اعتقد الدكتور اشرف صبحي هيتدخل وهيحل الازمه، عشان الراجل زي ما قلت لك يا استاذ كريم الراجل ممكن يعمل ازمه كبيره ان هو عاوز يعمل مؤتمر صحفي ويعني ويسيء طبعا للكره المصريه واتحاد الكره. فبالتالي اعتقد الدكتور اشرف صبحي مش هيسيب الامور يعني توصل ان الازمه تتصاعد الفتره اللي جايه. فلو جه اعتقد الدكتور اشرف صبحي ممكن يحل الازمه دي ان هو يتواصل مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره ويحل المشكله، او يبعت له مخاطبه رسميه من وزاره الشباب والرياضه لاتحاد الكره عشان الازمه يعني ما تتصاعدش. وخاصه اتحاد الكره اعلن او المسؤولين داخل اتحاد الكره اللي انا تواصلت معاه الفتره قال مش هنقدر نصرف اي مليم او اي غرامات وقعت على كارلوس كيروش في بطوله الامم الافريقيه الا بموافقه كتابيه خوفا من تعرضهم للمساءله القانونيه. كارلوس كيروش هيضرب الاهلي؟ خليني أكد لك ان السبب الرئيسي في تواجد كارلوس كيروش مش اتحاد الكره. احد الانديه يعني النادي المصري، النادي المصري بوسعيدي هو اللي وجه الدعوه لكارلوس كيروش انه يبقى موجود. في مفاوضات بدات من حوالي اسبوعين بالظبط ما بين استاذ كامل ابو علي بشكل مباشر. مفاجاه كبيره قوي دلوقتي، النادي المصري مش النادي الاهلي، النادي المصري اللي بدا بالمفاوضات مع كارلوس كيروش من حوالي اسبوعين كمان يعني. وتم توجيه الدعوه ليه انه يبقى موجود في القاهره ويعني يقضي اجازه في احد المنتجعات هنا في مصر. ويتم التفاوض ما بين استاذ كمال ابو علي وكارلوس كيروش بشكل مباشر انه يكون موجود. حصل بعد ما نادي المصري دخل مفاوضات، الاهلي دخل في المفاوضات مع كارلوس كيروش. كارلوس كيروش عنده الاهلي وعنده المصري. المفاجاه ان الساعات اللي فاتت ديت في عرض وصل له بشكل رسمي من منتخب ايران ان هم طالبين ان هو يكون موجود معاهم في كاس العالم. فكارلوس كيروش شويه بدا يعيد حساباته ان انا ابقى موجود الفتره الجايه. هيروح يدرب في كاس العالم. هو مشكلته كمان هاني ان هو واخد قرار من الفتره اللي هو مش عاوز يدرب الانديه، هو شايف خد مجال المنتخبات بالنسبه له شايفها افضل. ففي كان في تحفظ كبير، ولكن مش عارف هو لو استاذ كامل عرض عليه مبلغ كبير قوي او خرافي مع هل ممكن. على فكره مش هو بس، يعني نادي الاتحاد السكندريه بالمناسبه دخل في مفاوضات بشكل مباشر مع باتريس بومل. دي نقطة مهمة كمان. اتكلموا معاه وحصل تواصل معاه وطلباتك سمعت ان هم كمان مهتمين بنيلو فينجادا يعني. لا هو بالظبط، بس اللي حصل تواصل كمان دايركت معاه باتريس بومل. فدي ظاهرة على فكرة ان معظم الاندية دلوقتي بتتكلم من مدربين اجانب واسماء كمان اسماء قوية يعني. باتريس بومل كان بشكل كبير جدا كان يبقى موجود في المنتخب الاولمبي كمان. صحيح. ممكن نشوف الدوري الموسم اللي جاي ممكن عدد كبير من المدربين الاجانب، يعني في رؤساء انديه استقروا بشكل رسمي على انهاء التعاقد مع المدربين الوطنيين. طبعا مش هيتم الاعلان دلوقتي، يمكن بعد الدوري ما خلص اخر يوم النهارده. وارد جدا ان انت تلاقي الموسم القادم بمدربين اجانب. هم شايفين رؤساء الانديه ان الدوري بقى صعب جدا جدا، المدرب الاجنبي بيبقى عنده كاريزما وشخصيه بيبقى افضل بكتير جدا من المدرب الوطني. اللاعب المصري ممكن ما بيخشش المدرب الوطني زي ما بيعمل حساب للمدرب الاجنبي. فدي ممكن تبقى تزيد الفتره اللي جايه. واعتقد كل ما يكون مدربين اجانب باسم موجودين في الدوري المصري بيدي يعني قوه بشكل كبير جدا للدوري المصري. طيب قول لي في بالنسبه للملف المدير الفني للاهلي. حصل مفاوضات الايام اللي فاتت، النادي الاهلي حاطط ميزانيه لراتب سنوي للمدرب اللي هيجي من 2.5 ل 3 مليون دولار. رقم ضخم. رقم ضخم. حصل تواصل يعني ليفل رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي، وحصل تواصل فعلا مع اسماء قويه جدا. اسماء قويه جدا جدا زي بيلسا. زي لوشيسكو اللي كان مدير فني السابق لنادي النادي الهلال. بس الازمه ان الاهلي لحد دلوقتي يعني سيناوي بيبقى متكرر، خلاص انا حطيت رقم واحد عايز اسم مدير فني عالمي. لحد دلوقتي الاهلي اتكلم حوالي 5 أو 6 اسماء قويه جدا، ما تمش الاتفاق مع اي حد. ما تمش الاتفاق مع اي اسم رغم الميزانيه الضخمه اللي موجوده ديت. ضايقت مسؤول النادي الاهلي. طب المشكله في الفلوس؟ من الفلوس موجوده؟ لا، معظم المدربين رفضهم. في عايزين يشتغلوا في اوروبا، في عايزين يشتغلوا في منتخبات. فربما الامر ده يخلي النادي الاهلي يعيد حساباته. خلاص الموسم هيبتدي، الضغط من جانب جماهير النادي الاهلي ان ترجع لليفل 2، يبقى مش اسم قوي او مش اسم سوبر، ربما اسم يكون موجود في مصر قبل كده. على فكره تم ترشيح جروس وباتشيكو. اتنين تم ترشيحهم على مسؤول النادي على النادي الاهلي. لكن الاهلي
أجل الاثنين لحد ما أشوف الاسم العالمي اللي أنا محتاجه. فممكن نلاقي الأهلي متعاقد مع اسم قوي جدا جدا جدا، لوشيسكو اسم كبير جدا طبعاً. عمل نتائج، بيلسا كمان اسم كبير جدا، وفي كمان اسم أحد المدربين اللي عمل طفرة في اسبانيا تم التفاوض معاه برضه، بس لحد دلوقتي لسه الامور الماديه ما اتحسمتش. فالاهلي ممكن نلاقي اسم يعوض فشل التعاقد مع فيتوريا. موضوع المدرب المصري موجود في جهاز فيتوريا ده خلاص اتقفل؟ لا خلاص اتقفل، خلاص اتقفل تماما. هو الراجل يمكن كان له تحفظ كبير جدا من ساعه ما جه، حتى عرضوا عليه اسماء كثيره، وكان كان في اتفاق او شبه اجماع على الكابتن محمد يوسف بشكل رسمي، ولكن يعني لقوا صدمه من قرار روي فيتوريا، وتم يعني جلس اكتر من جلسه مع كابتن حازم امام مع روي فيتوريا وكلمه في هذا الامر، قال له انا مش محتاج الفتره دي، انا ممكن في فتره قدام لو احتجت انا هطلب، ولكن لو انتوا عاوزين تجيبوا مدرب مساعد بس ما بيشتغلش بشكل رسمي، بيحضر معايا المباراه حتى من خارج الملعب بيتعلم، انا ما عنديش مشكله. وتم يمكن في اسماء كتيره كانت موجوده في الصوره، ويمكن محمد عبد الواحد مثلا من ضمن الاسماء اللي كانت موجوده، بس مشكله محمد عبد الواحد ان هو ما لعبش ماتشات دوليه، فبالتالي دي بالنسبه له ازمه. فدلوقتي اتحاد الكره بيشوف مدرب مساعد مش هيكون له صلاحيات، هيكون يتواجد مع روي فيتوريا خلال الفتره اللي جايه، بس مش هيبقى له صلاحيات ان هو يعلمه، ان هو ياخد منه خبرات، وبعد كده لو شاف ان هو محتاج له او محتاج لمدرب مساعد في الفتره اللي جايه دي خلاص. ولكن الموضوع اتقفل بشكل كبير جدا. محمد شوقي خلاص، كابتن محمد شوقي انا عارف ان هو زعلان جدا. لا لا، هو اللي كان اقرب لو كان في مدرب مساعد الفتره اللي فاتت اللي كان هيبقى محمد يوسف، ده اللي تم الاتفاق عليه بشكل كبير جدا داخل مجلس اداره اتحاد الكره، ولكن اصطدم قرار او تمسك روي فيتوريا بعدم وجود مدرب مصري في جهاز. طيب عايز اسالك عن حازم امام واوباما، مصيرهم ايه مع نادي الزمالك الموسم ده؟ اوباما خلاص بشكل كبير جدا مش هيبقى موجود مع الزمالك السنه الجايه. مستر فيرا قدم تقرير لاداره نادي الزمالك بخصوص اللعيبه اللي طلب رحيلها، كانت فيها مفاجات واسماء كبيره جدا، يعني اوباما ومحمود علاء هما الاثنين على قص القايمه. اوباما جاله كذا عقد الايام اللي فاتت وعقود خارجيه مش من انديه قويه، وكان عايزه تضمه بشكل نهائي، لكن نادي الزمالك رفض، قال ان انا لو هسيب اوباما او محمود علاء هيكون على سبيل الاعاره. محمود علاء بشكل كبير ممكن نشوفه في صفقه تبادليه السنه الجايه مع احد الانديه، ممكن فيوتشر، ممكن بيراميدز، بس خلاص الاثنين بشكل كبير مش هيكونوا موجودين. الصفقه الاهم اللي نادي الزمالك بيشتغل عليها الساعات ديت زيزو بالظبط. احمد سيد زيزو اسم نادي الزمالك بيتعامل معاه دلوقتي، ان انا ده اهم، يعني كاني خلصت صفقه قويه صح. زيزو جاله عقد بخلاف عقد ريان القطري، جاله عقد من نادي نانت. نانت الفرنسي اللي بيلعب فيه مصطفى محمد بالظبط. والد زيزو خرج وقال ان المفاوضات تعثرت، ان او في مشكله في المفاوضات، لان نادي نانت عايز يدفع الشرط الجزائي. خليني اجد لك ان الكلام ده مش صح. مدير فني نادي نانت هو اللي رفض التعاقد مع احمد سيد زيزو، وعنده رغبه ان هو يتعاقد مع لعيب كاميروني بيلعب في نادي لانس، هو اسمه جانجوا. اللعيب ده المدير الفني بتاع نانت هو حطه الاولويه عن احمد سيد زيزو، ممكن خلال الساعات القليله اللي جايه دي يتم التعاقد معاه، لكن المدير الفني بتاع نادي نانت مش عايزه. طب الاداره متمسكه بيه ومقتنعه بيه جدا، خصوصا اما مصطفى محمد بدا يتالق وتظهر بصماته، فعندهم قناعه ان زيزو كمان لما شافوا الماتشات بتاعته ان هو هيكون افضل. طب نادي الزمالك عمل ايه؟ نادي الزمالك مقدم عرض لزيزو ان يتم تمديد العقد. تاني حاجه عنده خيارين، يا اما الغاء الشرط الجزائي او زيادته ال 5 مليون دولار، وهيتم زياده المقابل المادي لزيزو، مقابل قوي جدا يعني. صحيح. طيب اخر حاجه عايز اسالك عن كلاتنبرج، بدا يحط ايده على التحكيم في مصر، بدا يحط نظام وبدا يحط قاعده يشتغل بيها الموسم اللي جاي، ولا لسه بيستكشف؟ لا هو لسه بيستكشف، بس خلينا نقول دلوقتي كل التعيينات اللي موجوده في لجنه الحكام هو اللي بيعينها. هو اتعرف على الحكام، شاف لهم ماتشات كتيره جدا الفتره اللي فاتت دي، بقى يعين الحكام. يعني اتصلت باحد اعضاء لجنه الحكام الفتره اللي فاتت دي، هل القرار تعيين الحكام دلوقتي من كلاد المجري راجل لسه متولى المهمه؟ قال لي لا، راجل عارف الحكام كلهم، عارف الحكام الدوليين، وكمان خلينا نقول عمل جلسه مع الحكام الدوليين وهدد، قال يا جماعه القايمه الدوليه مش لاسماء معينه الفتره اللي فاتت دي يا استاذ كريم، القايمه الدوليه ما كانش بيتغير فيها اسماء. يعني الاسم اللي بيخش في القايمه الدوليه سواء من الحكام الصفار او المساعدين كانوا بيفضلوا موجودين في القايمه لحد اعتزالهم التحكيم. الراجل قال لهم لا، انا الفتره اللي جايه دي انا مش هدخل حد في القايمه الدوليه الا اللي يستحق، وعندي قاعده كبيره جدا وعندي حكام كويسين. ممتاز استاذ رامي، شرفت ونورت كالعاده، دايما بستمتع بتواجدك معايا. شكرا يا استاذ كريم، زاني سعيد جدا بتواجدك النهارده معانا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على قلبي.